امي حاجتك وين وين بقى؟ بكره بتعنس وبتضل بلا جواز كل عمرك. يا امي بحياتك سمعتي رجال وبيعنس؟ في رجال كثير بيتجوزوا فوق ال70 وبيجيبوا اولاد. انا بس يلي بدي افهمه انت شو منتظر لهلا؟ شو منتظر؟ لك يا امي الله يرضى عليك، خليني قبل ما احط راسي وموت افرح فيك وجوزك واخلص من القصه بقى. سلامة قلبك امي، خلص هانت، الله كريم هانت، طولي بالك. صار لك 6-7 سنين وانت بتحكي هالحكي. معك حق، بس المشكله يا امي لهلا ما لقيت طلبي. هلا من كل هالبنات اللي قاعده ببيوتها وعلى قفا مين يشيل ما لقيت طلبات؟ طيب ناهد بنت عمتك، من شو بتشكي؟ ما بتشكي من شيء امي، الله يسلمها لاهلها، بس انا قلبي ما له هفله، بعدين عندها غمازات خدود. اسمعوا الثاني على هالحكي، لك في احلى من الغمازات؟ يا مجذوب الناس عم تطلبها طلب. ايه بس غمازات عن غمازات بتختلف امي، يعني غمازات ناهد مجوره ونياعه مفخته، بتجي لتضحك بتطلع من ضحايا المجاعات، بعدين بس تفتح تمها بتصير مثل المغاره وبيبين سقف حلقه، وعليها ضحكه يا امي مثل تنوايه القطاط. هلا ناهد هيك؟ ايه هيك واكثر من هيك. لا والانكى من كل هاد بتجي لتعمل حالها اكابر بتقوم بتعلي صوتها بزياده، بتقوم تطلع مثل هدول اللي بيعملوا دوبلاج افلام الكرتون بالتلفزيون. هيا بينا الى الغابه يا ماوكلي. كيفك فؤاد؟ انا ما كثير مبسوطه اليوم. خلص امي ما بدك اياها تصطفي لانت حر، بس حاجه تبشع بالبنت. ما عم بشع بحدا يا امي، انا عم بحكي الواقع. اللبس مثل العالم ما بتعرف تلبس يا امي، من كل مزبله شرطوطه، لا ذوق ولا اناقه ولا دراب السخن. اخر مره اجت لهون شفتيها شو كانت لابسه؟ لا شو كانت لابسه؟ لابسه قميص اصفر ضيق وتنوره طويله حمراء وفضفاضه وكندره مثل فرقونه القطار بردقانيه، والجرابات عم يلمعوا لمع فضي مثل كانهم مدهونين دهان ميتاليك تبع السيارات، والكحله شاطه والحمراء فاقعه، وهون عجفون حاطه بالريق مثل اللي بحطون الاولاد براس السنه، وشعرها رافعته لفوق مثل الغوريلا. والله يا فؤاد انت ما حدا قد لسانك. امي املي سيره ناهد من بالك وبلالك ياها، وانا بوعدك من جهتين يدور لك على وحده تانية. لا امي معلش ريحي حالك، انا بدور لحالي. يو شلون ريح حالي؟ هذا واجبي لك امي. بجوز بس يعني دنقايتك لا تزعلي مني امي، مو كل هالقد. واكبر مثال على هذا الحكي ناهد. رجعنا لسيره ناهد. امي احسن شيء انا قايمه اعمل لحالي فنجان قهوه لانه وجعت لي راسي من حكيك. يعطيك العافيه استاذ. اهلين الله يعافيكي. والله لو سمحت تشوفي هالمعامله، عندك شيء؟ على عيني، تفضلي بتاخذي. ميرسي. يا ستي ورائك كلها جاهزه، ونحن هلا رح ناخذها ونعطيكي بداله ورقه صغيره. ورقه صغيره؟ 13/8. طيب تفضلي. وايمتى بدي راجعكم؟ اسبوع بالكثير، بس هي الورقه بدها تسجيل وختم بالديوان. وين الديوان؟ سعيد اذا بتريد خذ الورقه واختمها بالديوان. كرم عينك. ميرسي كثير، كلك ذوق استاذ. لا ولو، شغله بسيطه. بتعرف يا استاذ انه صار لي ساعتين عم افتل من مكتب لمكتب وتاركه شغلي وراكده ورا هالمعامله. بسيطه مدام بسيطه، تعبك مر على الفاضي لانه معاملتك خلصت. بس عفوا منك انا ما سالتك، حضرتك شو بتشتغلي؟ مستشاره اجتماعيه. وين؟ بمؤسسة ولا بوزارة؟ لا لا ابدا، انا ماني موظفة بالدولة، انا عندي مكتبي الخاص للخدمات الاجتماعية. عفوا ما فهمت عليكي، شو بتشتغلي بالمكتب؟ يعني فيك تقول تقريب وجهات نظر. بين مين ومين؟ بين اي اثنين حابين يتزوجوا. هلا فهمت عليكي، قصدي خطابة ما؟ لا كان اسمها خطابة، بس هلا صار اسمها مستشارة اجتماعية. بتقدر تاخذ الكرت؟ تفضل. شكرا. تفضل مشي الحال. يستوي سعيد. شكرا كثير كلك ذوق. عفوا ما تشرفت بالاسم الكريم. فؤاد. فؤاد سليم. اهلا وسهلا فيك، وانا اسمي كوكب زاركينا. بتامل تشريفك على مكتبي استاذ فؤاد. ان شاء الله. ميرسي كثير. الله معك. باي. باي. شو قالت لك تشتغل؟ قالت تشتغل خطابة. هلا هيك صاروا الخطابات. شو بعرفني؟ الظاهر هي خطابة موديل، مكتب وفاكس وتليفون وكرت. فعلا هي من علامات الدخول للألفية الثالثة. لك ابني أنا ما عندي مانع منه، بالعكس دق الحديد وهو حامي. شو قصدك؟ قصدي اجتك الشغلة على ايديها ورجليها، فليش ما بتخليها تدور لك على عروس؟ بركي بيكون نصيبك على ايدها.
هلا هي اخرتها امي اتجوز عن طريق الخطابه؟ على هوا حكيك، عم تقول انه هي خطابه مو عاديه، فاكيد بضاعتها حتكون غير شكل. بضاعتها؟ قصدي يعني هيك وحده ما بيقصدوها الا اولاد الزواج. ايه بس نحن ما لنا اولاد زواج. هلا انت ليش عم تاخذ وتعطي كثير؟ اه ليش ما بتعملك مشوار لعندها وبتجرب حظك؟ شو خسران؟ ما بتخسر شيء. بصراحه وانا هيك عم فكر، يعني نوع من الفضول مو اكثر. ايه قوم لكان قوم، قوم جيب هالتليفون واتصل فيها لشوف. قوم. يعطيك العافية يا أنسة. الله يعافيك، تفضل. مو هون مكتب المدام كوكب زاكينة؟ بلا، تفضل. والمدام موجودة؟ في موعد؟ ايه على التليفون اخذته. اصبح حضرتك الاستاذ فؤاد سليم اذا ما خاب ظني. ايه بالضبط. تفضل، ست كوكب بانتظارك. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا استاذ فؤاد. اهلا وسهلا فيك خطوة عزيزي، تفضل. شكرا، الله يسعدك ست كوكب. شكرا لك. شو بتحب تشرب؟ اي شيء مو مشكلة. اوكي. ليلاز بعتي لنا واحد كابتشينو للاستاذ فؤاد. عفوا عفوا مدام، انا ما بشرب كحول. لا عفوا، هي مو كحول، هي قهوه. ايه اذا هيك معلش. اهلا وسهلا فيك. شو منحسن نخدمك استاذ فؤاد؟ الحقيقه يا ست كوكب انا ناوي اتزوج بس ما عم لاقي طلبي. اسمح لي اقول لك يا استاذ انه الحق عليك. علي انا؟ ليش؟ طبعا يبدو انك مصعب الشروط شوي. بالعكس انا طلباتي كثير عاديه. على كل حال اهلا وسهلا فيك، نحن بخدمتك. وباعتبارك خطابة بقصد مستشارة اجتماعية، قلت بركي بتورجيني شوية صور من عندك وأنا بنقي. صور؟ الله يسامحك يا أستاذ فؤاد، صرنا بالقرن 21 ولساتك عم تحكي لي بالصور؟ لكن كيف الواحد ممكن يختار؟ أنا بمشي شغلي كله يعطي يا أستاذ فؤاد على الكمبيوتر. كمبيوتر؟ ليش كمان الكمبيوتر صار يتدخل بأمور الزواج؟ طبعا ليش لا؟ أعطيني هويتك لو سمحت. إيه على عيني. تفضل اشرب. شكرا. ايه يا استاذ فؤاد، ممكن تنقلني المواصفات المطلوبه؟ مواصفات شو؟ المواصفات المطلوبه بنت الحلال. ايه بدي اياها، اهم شيء تكون ظريفه كثير. اها، وكيف يعني ظريفه كثير؟ يعني ضحوكه ونغشه، ذكيه ولماحه، تكون لطيفه ومعشرانيه، سريعه البديهه وما نقوزيه، دبلوماسيه ورقيقه، وما تدج الحكي دج، لانه اكره شيء علي المره اللي بتدج دج. طيب في مشكلة عندك بالنسبة للمستوى الثقافي؟ ايه طبعا لازم تكون مثقفة وتعليمها جامعي على الأقل، وتكون بنت عيلة وما خطبت لحدا قبل بنوبها، يعني ما باست أمها غير أمها. طيب وموضوع الجمال، في عندك شي مواصفات محددة؟ هي أهم نقطة، بدي إياها آية بالجمال، طويلة رشيقة وملامحها ناعمة، يعني تكون أحلى من كل هالمذيعات اللي عم يطلعوا الفضائيات. بدي الخصر مثل خصر نعومي كامبل، والطول مثل طول كلوديا شيفر، والشعر بدي اياه مثل شعر المرحوم الأميرة ديانا، والعيون بدي لون عيونها مثل عيون ريما مكتبي، ولون البشرة مثل بشرة صوفي مارسو. وبالنسبة للجاذبية بدي جاذبيتها تكون مثل جودي فوستر، والصوت مثل صوت ويتني هيوستن، وبالطبخ والنفخ بدي اياها أشطر من الشيف رمزي، وبالنظافة والتعزيل يكون راكبها وسواس التعزيل وجدان النظافة. اوكي، في شيء اضافات تانية؟ ايه طبعا، لازم تكون اقتصادية وإيدها ماسكة، أنا ما بحب البحترة والصرف هون وهون. على عيني، إن شاء الله بلاقي لك طلبك، وأنا مبدئيا رح ساوي لك إقبارة عندي. ليش كمان هون في أضابير؟ طبعا، والاستمارة بتاخدها من عند السكرتيرة، بتعبيها بالبيت وبتجيب لي إياها معك بكرة، وبتجيب لي معك صورة شخصية إلك بالطول الكامل وصورة لبروفيل وشك. طيب، وغيره مدام؟ ما في مانع تكتب لي سيرة ذاتية عن حياتك بحدود الصفحة لصفحة ونص، يعني هيك شيء. تفضل. شو هالكرت هاد مدام؟ هذا كرت في رقمك السري عندي، انت هلا رمزك عندي كتكوت 45. تفضل. كتكوت 45. خلاص حفظته مدام. بقى لو سمحت يا سيد فؤاد جهز لي كل الامور بسرعة مشان نقدر نبدا بالمرحلة الثانية. وشو هي المرحلة الثانية؟ هي مرحلة اسمها مرحلة تقاطع البيانات والمعلومات. طيب، إمتى المرحلة اللي بنختار فيها بنت الحلال؟ ولا يهمك، ولا يهمك يا أستاذ فؤاد، خلاص.
انت طمن بالك وارتاح، باذن الله طلبك حيكون عندي وما بتطلع من هالمكتب الا متزوج. اوكي ان شاء الله. الله يسمع منك يا رب. اوكي الهويه مدام طب احسن امشي بلا. اهلا وسهلا. الله معك. عفوا يا انسة، ممكن سجل موعد لبكره؟ ايه تكرم عينك، بس ممكن تذكرني بالاسم؟ ايه الكتكوت 45. والعمر؟ ولدت في عام 1970 في أسرة متوسطة الحال. شو بدي أقول كمان؟ وترعرعت في بيئة فقيرة كادحة، ودرست المرحلة الابتدائية في مدرسة، شو كان اسم المدرسة؟ عبد القاهر الجرجاني. وتابعت الدراسة الإعدادية في مدرسة حسن يوسف. وإن شاء الله يا مدام هاي المرحلة مع تقاطع المعلومات ما مطولة. لا لا ما بعتقد، تقريبا صار كل شيء جاهز. بس أنا شوف أستاذ فؤاد، هلا رح ورجيك على الكمبيوتر مجموعة نماذج لبنات. أنت لما بتعجبك شي وحدة قل لي فورا مشان أعمل لك ستوب كادر، أوكي؟ طيب مدام طيب. ركز معي منيحة. على فكرة معظمهم بالمواصفات المطلوبة اللي حكيت لي عنها يعني. بس مو يعني مو تماما. هلا شوف أنت طول بالك شوي. تفضلي. هي هي مدام لحظة ما تنتقلي. خير في شيء أستاذ فؤاد؟ خلص ما عاد بدي أشوف. هي 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 يا مدام، هي ما في غيرها. طيب أنت شوف بالأول وتنور منيح بعدين اختار. خلص يا مدام خلص نورت واخترت. سبحان الذي خلقها على الطلة ما أحلاها. إيدي بزنارك يا مدام، بدي من هذا النموذج. لا ليش من هذا؟ هو نفسه بالذات بدي إياه. يعني عجبتك؟ إيه رح كبر لك إياه. أنا عجبتني قال. إيه بتطير عقلي يا مدام، بتجنن. بس يا ترى أنا بعجبها؟ بعتقد إيه، لأنه هي كمان المواصفات اللي طالبتها متوفرة فيك تقريبا بحدود 90%. شو هالحكي؟ الله يبشرك بالخير يا مدام. بتحب أعطيك معلومات عنها؟ ما بدي أي معلومات، بس بدي منك تجمعيني فيها. هاي شغلة بسيطة، إمتى بتحب تشوفها لعاصفة الصحراء؟ منو هاي عاصفة الصحراء؟ صاحبة الصورة. هي اسمها ميس، بس رمزة عندي عاصفة الصحراء. فعلا فعلا هي عاصفة حقيقية. ممكن نشوفها بكرة يا مدام؟ ليش لا؟ على عيني وراسي. تعرفي يا أنسي ميس، لما سموكي عاصفة الصحراء أبدا ما كانوا غلطانين. أنت فعلا عاصفة، إعصار كاسح، بركان مدمر، صاعقة، ماحقة. شو أنت عم بتسبني ولا عم تمدحني؟ لا الله وكيلك عم بمدحك. ميرسي كثير أستاذ فؤاد. صحيح نسيت أسألك، أنت شو كان رمزك بالكمبيوتر؟ كتكوت 45. حلو كثير. أنا سميس، أنا أول ما شفت صورتك بالكمبيوتر ما بعرف شو صار لي. حسيت إنه في ماس كهرباء، توتر عالي، نفض جسمي نفض. حسيت إنه في صاعقة ناتجة عن عاصفة رعدية شديدة. حسيت إنه أستاذ فؤاد، مو ملاحظ إنك عم تبالغ شوي؟ صدقيني أبداً ما عم بالغ، عم بنقلك إحساسي مثل ما هو دون زيادة أو نقصان. وأنا كمان أستاذ فؤاد، أنا ارتحت لك من أول ما شفتك. يعني ممكن شو؟ ممكن كتكوت 45 يتقدم ويطلب ايد عاصفة الصحراء. الحقيقة أنا ما عندي مانع، بس بالأول لازم تشوف بابا وماما. أنا مستعد شوف بابا وماما وعمتك وخالك وجدك وكل العيلة، بس أنت أعطيني الضوء الأخضر. طيب أستاذ فؤاد، أنت إمتى حابب تشرفنا على البيت؟ هلأ خلينا ندق الحديد هو وحامي. لا هلأ يعني لازم أعطيهم خبر قبل. شو رأيك بكرة الساعة 6؟ ولا يهمك، الساعة 6 الصبح بتلاقيني عم دق باب بيتكم. لا مو 6 الصبح، يا لطيف شو بصلتك محروقة. لكن أمتى؟ الساعة 6 المساء. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فؤاد، تشرفنا بمعرفتك يا ابني.
الله يخليك ويطول عمرك. الحقيقة ميس حكيت لنا عنك كتير ومدحت لنا فيك، ومنا نحن حبينا نتعرف عليك فيس تو فيس. هذا شرف كبير إلي، وأنا الحقيقة بيشرفني إني أتقدم أطلب إيد كريمتكم ميس. نحن اللي بنتشرف فيك يا ابني، يعني نحن إذا لفينا الدنيا كلها ما رح نلاقي شب مناسب لميس مثلك، لأنه ما شاء الله كان حولك على هالمسموعيات الحلوة. والحقيقة نحن سألنا عنك، مو أنه ما سألنا، وما في إنسان زمك بكلمة، وهالشي لحاله مكسب كبير إلنا وللبنت. الله يديمك ويخلينا إياك يا عمي. بتحب نحكي بالتفاصيل؟ إيه ما في مانع. يا ترى شو طلباتكم؟ لا يا ابني لا، لا هي ما بريده منك، لا تغلط منو. نحن يا ابني ما لنا أي طلبات، كل ما هنالك إنه حابين نتعرف عليك أكتر. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك عم. يا ترى حضرتك شو بتشتغل؟ موظف بس بدائرة الخدمات المستديمة. يا سلام عليك، موظف بدائرة الخدمات المستديمة، أنعم وأكرم والله. والله وعرفت تختار يا ميس، نحن روح ابن الموظفين. فعلا فعلا سيد فؤاد، أنا بحب الموظفين كتير وبحترمهم وبقدرهم وبعزهم، لأنهم هيك بحسوا الناس أكابر ومكافحين وعلى درجة عالية من الثقافة والعلم والخبرة. موظفين لك موظفين هدول. طيب بالنسبة للراتب إذا قديش بتاخد معاش؟ يعني مع الإضافة والحوافز بدل المازوت بيوصل 6000، وهلأ موعودين بزيادة، بس لمعلوماتكم بيروح منهم ضرائب وتأمين، يعني بحدود 1000 ليرة. يعني بالنهاية اللي بيصلوا لإيدك 5000؟ بالضبط 5000. يا عظيم جدا، نعمة كريم. ليش بهم 5000 ليرة كخة على القليلة مضمونين أول كل شهر؟ بالفعل ساقية جارية ولا نهر مقطوع. وإن شاء الله بكرة معاشك على معاش ميس بتعيشوا أحلى عيشة، عيشة أمرا. عفوا ممكن أعرف كيف بتحبوا ترتيبات الخطة والعرس؟ لا هيك رح أزعل منك عمو. ليش تسمح الله؟ ولك ابني نحن ما دخلنا بهالقصص أبدا، يعني بتعملوا حفلة بالصالة بالمطعم هون بالبيت على الأسطوح، ما بتعملوا بالمرة، انتوا أحرار. بتلبس ذهب بتلبس فضة ما بتلبس بالمرة يا ابني، حسب إمكانياتك وظروفك، نحن شارينك لأدبك وأخلاقك وسمعتك، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال من ترضون مصاريه وفلوسه. كتر خيركم يا جماعة، فعلا هيك غبرتوني بلطفكم. ويا ترى السكنة مأمنة؟ الحقيقة أنا بيت ما عندي، بس ممكن نسكن عند أمي أو نستأجر بيت صغير. وليش لحتى تستأجر؟ ما في داعي تزنق حالك بنوب يا سيد فؤاد، بعدين لا تواخذني بهالكلمة، هذا اسمه بطر. لا أنا قصدي مشان ما يسبق. ليش قليلة يا ابني السكنة مع الأهل؟ قليلة قليلة لما بتجتمع هالعيلة كلياتها على صفرة واحدة، وبيكونوا كلهم مع بعض قلب واحد وإيد واحدة، وبيحلوا مشاكلهم مع بعض وبيتونسوا مع بعض. ومن حظ بنتي إنها تسكن جنب حماتها، مثل ما بتعرف الحماية أم تانية، منه بتتعلم منها وبتكسب خبرة ظريفة وبتساعدها. معناها المشكلة محلولة. ما قلت لك أهلي حضاريين كتير وما بدأوا أبدا؟ قلت لي والله، قالت لي عمي، بس الحقيقة ما صدقت لحتى سمعت بإذني. بابا بدي أفتنلك على فؤاد. خير يا بنتي؟ المنظوم بده يشتري أوضة نوم بالتقسيط، حاولت أقنعه بلاها ما كان يقبل. الله يصلحك يا ابني، ليش هالبحترة يلي بلا طعمة؟ بعدين بتضايقوا حالكم هيك؟ قال يعني الواحد ما بيقدر يتجوز إلا بغرفة نوم جديدة، وبيحط حقها الخمير والفطير. اسمع على هالمفاهيم اللي معدت أبو ميس. إيه أنا بعرف. ولك يا ابني نحن ما منريد صهرنا يركب الدين او يحمل حاله فوق طاقته. بعدين شو صار بالدنيا؟ بكره بس الله يرزقكم بتشتروا اوضه نوم على مهلكم. ايه بس يا عمي انا مشان ميس بركي حبيتها. خلاص ما بدها بسبسة، تخت العزوبيه يلي عم تنام عليه هلا بيمشي حاله. ما عندك تخت؟ بلا عندي تخت. ايه خلاص، وتخت الدين بيسع 1000 زدي. وما عندك خزانة درفتين؟
امبلا عندي غزاري بس حديد. منيحة هي، ممتازة. لا تنسى انه السوس ما بينخرى وما بيلحق الرطوبة بالشتاء. مزبوط. واصلا خزاين الصاج والتناك اضيان وامكان، لا بيسوس دفها ولا بينكسر رفها. اسمع مني يا ابني، اعمل لها شي وش دهان وبخ على شي بخاخ وشوف شلون بتطلع مع احلاها جديدة. لا وعم ترجع موضتهم ماما. وبالنسبة لأوضة الضيوف، دبر حالك مبدئيا بشي أوضة من سوق الأروام، أويلك من الأبائبية وانتهت القصة. لأنه بصراحة يا ابني أنت هلأ عظمك طري ودبساتك مراق ومعك معك بتصير وخيرك كلياته لقدام وكله بيجي بوقته. يا رب العالمين تبارك وتعالى ما خلق الدنيا بيوم واحد، أخذت معه المسألة 6 أيام بلياليها. إيه بابا، ومنشتري من الحريقة كم فرشة سفنج بنعملهم قاعدة عربي، ومنعلق على الحيط طبق قش مشان الزينة، وبالزوايا منحط مشربيات فخار. يا عيني عليك يا ميس، كمان حل ممتاز. ولك يسلم لي البطن يلي حملك شو إنك قنوعة مثل أهلك، مو مثل بنات هالأيام يلي بيعجزوا العريس بطلباتهم. يا ترى في مطبخ كمان؟ إيه في مطبخ بس صغير شوي، وناوي اشتري براد مستعمل بالتقسيط. هلأ ليش فقست بتمك كلمة القصوطة وبدك تبحثي المصاري؟ أمك الله يخلي لنا إياها ما عندها براد؟ أمي إيه عندها براد. أصبح خلاص، حطوا أكلاتكم ببراد أمك الله يطول عمرها. محلولة المسألة يا عمو. ومشان المي الباردة اشتري لك شي جرة صغيرة أو تروس مي بلاستيك، وأمك الله يطول لك عمرها عندها براد، جيب لك شوية تاج من عندها وحطهم بهالتروس. صعبة كتير المسألة. أصلاً أنا ما بشرب مي غير من الحنفية لأني بخاف على أسناني وزلعيمي. في غسالة يا ترى؟ بصراحة ما في. ها ها، هون صار بدها صفنة المسألة. ولا يهمك عمي، أنا مستعد أشتري غسالة. ولك يا روح عمك من جوا، ليش أنت بتحب الصرف؟ أطب لي إيدك شوي، أنت رح تصير صهرنا يعني ابننا، وما بيهون علينا تزت مصاري وتفتها يمين وشمال. يعني عندك حل أبو ميس؟ ولو بابا أبو الحلول. أم ميس بدي أسألك. تفضل. يا ترى الغسالة الأوتوماتيك يلي احترق موتورها السنة الماضية لساتها عنا بالمستودع ولا صرفناها؟ لا لساتها عنا. أصبح عظيم. أنا رح أشتري لها موتور جديد ورح أقدم لكم ياها بابا، شو رأيكم؟ الله يخلينا ياك يا بابا، كل شي منك مقبول. بس هيك عم تخجلوني. ابني اسمع، انت لساتك باول عمرك، يعني اذا نحن ما تساعدنا سوا بهيك موضوع مين بده يساعدك لكان؟ ونحن قبلانين بوضعك الحالي على امل انك تحسن وضعك مع الايام، سنة سنتين ثلاثة خمسة، ربك وحده هو اللي بيعرف. هي ارزاق يا ابني بايد رب العالمين، يرزق من يشاء ويمنع رزقه عمن يشاء. الله يعزك يا عمي ويديم معروفك. يا فؤاد يا فؤاد، أنا ما عم فضل عليك والعياذ بالله، بس أنا عم بتذكر حالي لما تجوزت. بصراحة ما كان معي مثليك واحد، بس بعدين رب العباد أكرمني وسترني. بدي أسألك سيد فؤاد، في صوبيا إذا بردتوا بالشتاء؟ نعم مرت عمو، في صوبيا وفي ملء الفحم كمان. يا سلام على الرومانسية. يا سيدي بكرة بتسهروا حوالين هالمنقل وبتشربوا شاي على الفحم وبتشفوا كستنا وبتسلقوا شوندر، هيك كنا نعمل أنا وأم ميس لما تجوزنا. عندك عدة مطبخ وطناجر ومعالق وزبادي وصحون وخلافه؟ رفقاتي بالوظيفة وعدوني نقطوني بالأواني المنزلية إذا تجوزت. شو صفي بدك لسه؟ هاي عدة المطبخ كلها صارت جاهزة. إيه أنا لما تجوزت ما كان عندي طنجرة نحاس. ما جبت إلا. معناتها نحن أمورنا ميسرة. وليش لحتى ما تتيسر يا ابني؟ أنت آدمي، آدمي كتير أنت، والآدمي ما بيخاف منه. طيب عمي معناتها سمعونا الفاتحة. عن جد ميس، أنا أبداً ما توقعت إنه أهلك يكونوا يسرين لهالدرجة ومتفهمين لهالدرجة. قلت لك حبيبي أنا أهلي بهمهم نكون مبسوطة ومتجوزة من شاب فهيم مثلك. يا مشان هيك أنا ما رح أندلق عليهم كتير، يعني رح أقوم واجبي وزيادة. شلون يعني؟ يعني
أول شيء بدي استأجر لك بيت تسكني فيه لحالك، ثاني شيء بدي اشتري لك صيغة، ثالث شيء وهو الأهم بدي اشتري لك أوضة نوم ولو بالتقسيط. لا حبيبي لا تعذب حالك، أنا قلت لك ما بدي شيء وأهلي كمان رضيانين بوضعك هيك. الله يكتر خيرهم، بس أنا حبيبتي لازم أسعى، يعني مثل ما بيقولوا اللي بيشوفك بعين شوفه بالتنتين. ان شاء الله عجبك البيت كثير معقول. هو صحيح صغير شوي بالفتح والصالون بس بعتقد بيناسبكم، يعني خرج عرسان. لا لطيف لطيف كثير. فؤاد على اذنك. شو اكيد اجاره غالي كثير. لسه الرجال ما حكى شيء. شو بده يحكي؟ اكيد مو اقل من 10,000 بالشهر. امشي الله يخليك، خلينا ندور على بيت منطقه شعبيه ارخص لنا. يا روحي عم نتفرج مو خسراني شيء. استاذ فؤاد عن اذنك، اذا البيت مو عاجبها للمدام برجيكم بيوت تانية. بالعكس كثير عاجبنا، كثير حلو. يعني حازم رضا؟ ايه حازم رضا، بس بالنسبه للايجار قديش؟ صاحب البيت عندي بالمكتب عم يستناكم. تفضل من هنيك بدفع. بشرف شرف شرف. يا سيدي انا كنت عم هجر البيت ب 10,000 ليره بالشهر، بس طالما انتم عرسان جدال راح اعملكم سكر مليح. وقديش السكر يا ترى؟ شوف اخي انا ما بحب اقبض مصاري وانفخ جيوبي وضميري ماله مرتاح. انتم باين عليكم ناس اوادم واكابر ونياله اللي بيجمع راسين على مخده واحده. يعني انا بصراحه كل ما اشوف اثنين عرسان بنغرش قلبي نغرشه، لانه عندي اولاد بنفس اعماركم تمام، وانا بصراحه اذا ساعدكم الله من عالي السماء رح يساعدهم ويبعث لهم اولاد الحلال. بقى انا يعني رح سلف رب العالمين حسني وارجو الملائكه انه تكتبها بدفاتري. اي سيدي بتقدر تدفع 2000 ليره بالشهر ولا ما بتقدر؟ هيك ما عاد لكم حكي ابدا يا استاذ فؤاد. كتر خيرك يا اخي، فعلا الدنيا ما خليت، اصبحنا نكتب العقد. هيك بس عفوا منك انا ماني حان الرعبون. ومين طلب بالرعبون؟ انا هلا رح سلمك مفتاح البيت، وبعدين وقت يصير معك بتعطيني المصاري. الثقه اساس كل شيء. شو رح تهرب يعني؟ انا هلا رايح جيب اثنين شهود وارجع. يلا تفضل يا اخي. شو هدو؟ كوميسيون المكتب. لا اضب مصاريك بعبك استاذ فؤاد. شو لا عاد انت عفوا اذا المبلغ قليل. شو قليل وشو كتير؟ انا باخذ عمولتي من صاحب البيت وبس. وبيني وبينك انا حالف يمي من العرسان ما باخذ الا فرنك. الي ليش؟ لاني بحط حالي مطرح العريس. بقى الهي ياخذ بيدك ويعينك الهي. ايه بس انت بهالطريقه عم تخجلني. لا يا استاذ فؤاد، اذا صاحب البيت طلع كريم معكم معقوله اطلع انا ندل واخذ كونسيون؟ بعدين انت عريس جديد وقدامك مصاريف خير الله. يعني هاي جوازي مو لعبة، فيها فتح بيت وكعكتين بخير. بقى الله يكون بعونك ويرزقك بجاه الحبيب المصطفى. يا سيدي كتر خيرك، ما قصرت معنا أبدا، والله يقدرنا على مكافاتك. لا يا أستاذ فؤاد، من نيتي على حالي، هذا أقل من الواجب. بعدين مثل ما قلت لك أنا رح أخذ من صاحب البيت، فليش الطمع؟ يصدقني فرحتي فيكم بمصاري الدنيا كلها. وأماني أماني إذا عاوي الشيء اللي رأبتي سدادي. ها الناس لبعضها يا رجل. شبنا شو رأيك فيها؟ عجبتك؟ بتجنن، بس باينتها غالية كتير. خلينا نروح ندور على وحدة أرخص. امشي طولي بالك، خلينا نسأل صاحب المحل بركي عنده. أهلا وسهلا. أهلين فيك، إن شاء الله عجبتكم الغرفة؟ كتير حلوة، بس يا ترى شو مصرياتها؟ يا سيدي هي حقها 100,000 ليرة، بس للعرسان الحلوين اللي مثلكم في سعر خاص، يعني إلكم سكرة. إيه قديش السكرة تقريبا؟ رح أخذ منكم سعر التكلفة وفوقهم منهم 10%، منه بتعملوا لي دعاية ومنه بحس حالي إني ساهمت بسعادتكم. يعني قديش بدك تأخذ منه؟ 50,000. ومالك علي يمين إنه هذا سعر التكلفة والشحن لبيتكم على حساب المحل.
عفوا بس نحن يعني بدنا ارخص من هيك. ولا يهمك يا انسه، ما بتغلى عليكم وقسما عظما غير تحملوها وتدفعوا السعر اللي بدكم اياه. هو نحن بصراحه ما فينا ندفع حقك هاش. محلنا عامل سعر خاص للعرسان بالاضافه لتسهيلات بالدفع، وهالشي معروف عن محلنا، مو بس لك، لكل العرسان. يعني لا تاخذني، العريس بده مين يساعده ووقف معه، وحضرتك على هوا مالي ملاحظ، انسان ادمي وابن ناس، ولازم نعاملك معامله خاصه، بقى احمل وامشي ولا تناقشني، حقي واصلني سلف. طيب لو سمحت مشان حطك بالصوره، انا هلا ما معي غير 10,000 ليره. لك يا حبيبي مين طلب منك اكثر من هيك؟ 10,000 دفعه اولى و40,000 تقسيط، منيح هيك؟ نحن ما بنقدر ندفع غير 1,000 ليره بالشهر. حلوين كثير، 1,000 ورقه بالشهر شبهه. وبصراحة نحن كل ما خفضنا القسط بيزدادوا الزباين ومننافس السوق، وإذا بدك نتساهل أكثر أول 4 شهور لا تدفع شيء ملحوقة، لأنه بيكون عليكم مصاريف خير الله. بقى شو رأيك أستاذ؟ الحقيقة يا أستاذ أنت هيك غبرتنا بفضلك. لا يا زلمة لا تقول، منيتي على حالي، أنا ابن مصلحة وصر لي بالتجارة سنين وأيام، وإذا ما عملت هيك ما حدا بوقف على بابي وتجارتي بتوقف. طيب إمتى فينا نحملها؟ أنت ما تحمل شيء، بس أعطيني العنوان، واليوم المساء بتروح على البيت بتلاقيها مركبة، وإجرة تحميلها وتركيبها هدية زواجكم. كتر خيرك، كتر خيرك. أهلا وسهلا. شكراً كثير. شرفتي، أهلا وسهلا. شكراً. شايفة يا ميس؟ شايفة قديش أمورنا ميسرة؟ إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ فؤاد، والله يتمم بخير. الله يبارك فيك. شو ها؟ الزملاء والزميلات حبوا يساعدوك، فقرروا إنه يعملوا جمعية ب 25,000 ليرة ويقدموا لك إياها هدية زواج. بس هيك كتير يا أستاذ سعيد. بالعكس قليل، أنت بتستاهل أكتر من هيك. بعدين بنيتنا على حالنا، نحن عم نعمل هالشي مع كل واحد بده يتجوز، يعني إذا ما وقفنا مع بعض بهيك ظرف إمتى بدنا نوقف؟ كتر خيركم يا جماعة، أبدا ما قصرتوا. أستاذ فؤاد، سيد مدير عام طالبك. إن شاء الله بالرفاه والبنين يا أستاذ فؤاد. شكرا كتير أستاذ، شكرا. صدقني يا استاذ لما بسمع انه في حدا من الموظفين اللي عندي مقدم على الزواج بحس كانه حدا من اولادي بده يتجوز. كلك ذوق يا استاذ. مشان هيك واجب البهني والابوي بحتم علي اني ساعد باي شكل من الاشكال. مفضلين سيدنا، مفضلين انتم. طبعا انا ما بقدر اتصرف الا ضمن حدود صلاحياتي، لهالشيء قررت اصرف لك منحه زواج 10,000 ليره. هو صحيح المبلغ متواضع، بس يعني مثل ما بيقولوا البحث صار بتسند جره. ما بدنا الا سلامتك استاذ. لا ولو، هذا حقك. بعدين منيتي على حالي، انت صار لك موظف عنا 10 سنين، وهذا ابسط شيء ممكن نقدم لك اياه. واذا فكر تاخذ سلفي على معاشك انا ما في عندي مانع. هو الحقيقه انا كنت ناوي اقدم طلب مشان السلفي استاذ. خلاص اكتب الطلب وهاته، بس لا تزيد علينا كثير، يعني مو اكثر من 25,000. وزياده استاذ بزياده، انا ما كنت ناوي اطلب اكثر من هيك. ومشان العرس وين قررت تعمله؟ ما راح اعمل عرس، عرس نسوان خفيف بيت حماية. لا يا استاذ فؤاد، هي ما بريدها منك، نحن بدنا نفرح فيك ونعمل لك عرس مطنطن بشي صالة محترمة. فكرت بهالشي، بس المشكلة انه اجار الصالات غالية كتير. ولو يا فؤاد، الغالي بيرخص لك. ولمعلوماتك في صالة جديدة ومحترمة كتير عاملتها مؤسسة التأمينات، وهي ما بتاخد اجار الا هيك رمزي، يعني شيء بسيط من الموظفين. يعني قديش تقريبا؟ يعني شغلة 2,000 ليرة. انت اعتمد على تاريخ العرس وانا بحجز لك اياها، والضيافات علينا، وبطاقات الدعوة ممكن اطبع لك اياها بالمطبعة تبع الوزارة، يعني بناخذ منك حق الكرتون بس. شو بدك لسه؟ الحقيقة غمرتونا بفضلكم، وطالما الامور ميسرة لهالدرجة بنعمل عرس بالصالة. ومشان طقم العرس انا ببعتك لعند واحد صاحبي ببيع بالجملة، بيعطيك احلى طقم وبسعر الكلفة، يعني شغلة 1,500-2,000 ليرة بالكتير. لا سيدي لا تدفع له كاش كمان، اعطيه 500 ورقة وبعدين على مهلك الباقي. عظيم كتير، معناها ما ضل عندي غير مشكلة فستان العروس. ومنين بدك تجيب فستان العروس؟ عم فكر استأجر واحد. ليش تستأجر وتحط مصاري؟ انا بدبرك اياه. شلون؟ من المستودع تبع الملابس بوزارة الثقافة. يا سيدي عندهم فساتين عرس لتقول حاجة. هلأ بحكي لك مع أخو عديلي لأنه هو أمين المستودع، حتى تنزلوا وتنقوا الفستان اللي بيعجبكم وبناسب مدامتك، وبعد العرس بترجعوه. الحقيقة يا أستاذ ما بعرف شو بدي أقول لك، لساني عاجز عن الشكر.
ما بدنا منك لا شكر ولا مكر، روح دبر امورك واعتبر حالك باجازه مفتوحه من اليوم. بتعرفي يا ميس، ابدا ما كنت اتوقع انه امورنا تتيسر لهالدرجه. ايه هذا لانك مرضي والله بيحبك. ورغم هيك ماني عم صدق اللي عم شوفه حوالي، حاسس كاني عم بحلم. لا حبيبي هذا مو حلم، هذا واقع. طيب قرصيني مشان اتاكد. لا مو حلو قدام الناس قرصان. شو دخل الناس؟ خطيبه عم تقرص خطيبه، ما حدا دخله. قرصي 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 قرصي. لا روحي لا لا ما يسلح حبيبتي. لا انا لا لا عم تقوي القرصه كثير. فؤاد فؤاد دك فؤاد. خير امي خير. شوفي يو صار لي ساعة عم فيقك وانت غرقان بالنوم. شو بنا؟ قلت لك ما تفيقيني يا امي، خليني نايم تعبان. قوم خطيبتك عم تستناك برا، اتحرك يلا. مين خطيبتي؟ ميس؟ ميس؟ مين هاي ميس كمان؟ خطيبتك ناهد، لحقت تنسى اسمها كمان؟ ناهد؟ خطيبتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدها من الصبح؟ قال غرفة النوم أم 70,000 اللي نقيتوها مو عاجبتها لعمتك، مشرشحة ورخيصة، والجرايل اللي قطعتوهم قال ما بيروحوا على طقم الكنبايات، وفستان العروس قال ما حلو مو تقيل بدها واحد أتقل من هيك، والصالة اللي اخترتوها مشان تعملوا فيها العرس قال صغيرة وما بتكفي لكل المداعي. بقى قوم تفهم أنت وياهم من راسك لراسك. أمي خليني أرجع نام ومشان الله ما تفيقيني. ببوس إيدك خليني نام وأحلام. بالغلط اخي بسام بالغلط. خطا مطبعي خطا مطبعي، ما هيك اخي بسام؟ سقط سهوا. المهم هلا شو بدك تقول؟ يلي بدي اقوله يا جماعه، بما انه عرسنا جماعي قبل 20 سنه وبعد بكره راح يصادف يوم زواجنا، ينذكر ما ينعاد ان شاء الله. يو اكيد ينذكر ما ينعاد، ما احلاهم ان عايدينه. المهم المهم نحن لحد هلا ما اتفقنا على المكان اللي لازم نروح له، بقى شو رايكم انتو؟ شو في عندكم اقتراح؟ طيب شو رايكم يا جماعه نعمل حفله عندي بالبيت؟ شو رايك رزان؟ انا من جهتي ما عندي مانع، بالعكس احب على قلبي، بس بركي الجماعه عندهم راي ثاني. ايه لكان؟ طبعا عندنا راي ثاني. شو هو يا برهوم افندي؟ هاك شوف. بصراحه نحن ملينا من حفلات البيوت مع احترامي للجميع، بقى شو قال هالمره اذا طلعنا لشي مطعم على طريق المطار قهوه وانشط واشراح؟ هو صحيح قهوة وأنشط وأشراح، بس والله قاعدة المطاعم تأسر حريتنا، ما بننبسط. والله مظبوط. والله معك. ما عندي واحد ما بياخذ راحته، ما بياخذ راحته يا جماعة. طيب طيب، شو رأيكم نطلع سيارنا على الغلطة؟ ليش لا؟ والله فكرة كثير معقولة. شو رأيك نزار؟ شو علي؟ أنا موافقة. بس ما تنتهوا بلعب الطاولة والشدة. ولا يهمك نادية، هالمرة اللي حندللكم تمام. اطمنوا لأنه ما لنا غيركم. إذا كان هيك أنا من هلا رح أوصي على منسف دجاج وفريكة من عند أبو محدين البغجاتي، وأنا بوصي على صدر نمورة من عند أبو بشير القاضي. بقى شو قلتوا؟ طيب النمورة أنتوا بتفصلوا ونحن بنلبس. ليش لا؟ يا عيني عليكم يا عيني عليكم، شو مؤدبات وموجبات. عظيم، أصبح رح أتفق مع أبو شاكر مشان يحجز لنا الميكرو تبعه بكرة. إيه والله. طيب وبالنسبة للهدايا شو رح تعملوا؟ يا حبيبي ليش مين بده يهدي الثاني؟ إن شاء الله نحن بدنا نهديكم. والله ما بعرف. شو رأيك أنت؟ بيستاهلوا بسام بيستاهلوا. خطيه بلشوا للشغله شفقه ولا جبران خاطر؟ طيب يا جماعه ليه ما بتخلوها مفاجاه مو احسن؟ يعني ما بدكم تقولوا؟ ولا يهمكم، صحيح انا درويش وعلى قد الحال، بس وحياة عيونكم رح نقوم بالواجب واكثر كمان. طيب مين بيحب يشرب ارغيله؟ انا مرتي انا مرتي انا حبيبي من
نمتوا لحقكم ابراهيم اراجيل ايش قاعدين بقهوه النوفرا تحضروا تحضروا بيحضر واجبكم اطبخها بالهنا ان شاء الله الله يعطيك العافيه الله معك مع السلامه الله يعافيك يعطيك العافيه اهلين انسه اهلين الله يعافيكي عندك عطر امواج لا والله يا انسه خالص بس عندي عطر بيقال بيطير العقل بيسطل مين ما شمه بتلتهب مشاعره اصبح اعطيني قنينة عميل معروف كبيرة ولا صغيرة ولا وسط لا وسط لو سمحت ايه على عيني وراسي يا انسة تفضلي شو عجبتي حلوة قديش بدها 300 ليرة بس ان شاء الله طبخيها على حالك بالهنا افتحي افتحي الشنطة لقلي يسلموا تفضل يسلموا هديات ان شاء الله اهلا وسهلا ومرحبا شكرا كثير يعطيك العافيه يعطيك العافيه بسام اهلين اهلين وسهلين روحي شو جابك بهالشو نزلت على السوق بدي اشتري شويه اغراض حبيت مر لعندك شو كل هالقد انزعجت من شوفتي ليك والتانيه شلون بتحكي ولك ميت اهلا وسهلا فيكي فوتي فوتي ليش واقفه شو شافت امك حكي ليلي في شيء لا ابدا ما في شيء ولو امرتي وبعرفك بالله شو عم يدور ببالي بصراحة حابة اعرف شو بدك تجيب لي هدية بكرة فظاعة شو فضولية ما قلت لي خليها مفاجأة ايه ما قدرت اصبر جاي اعرف شو هي الهدية لك تكرم عيونك حبيبتي على عيني وراسي ليش انا كم هيفة عندي شايف هالقنينة هاي ايه شو بقى شايف العطر اللي بالقنينة ايه شايفتي شايفته هالعطر هاد انا ركبته بايدي الله وكيلك صار لي 10 ساعات وأنا عم زبطه وبصراحة هالعطر هذا مؤلف من أغلى وأفخم العطور الشرقية وعددها 10 أنواع فل ياسمي زنبا بنفسج رنفل جاردينيا نرجس مسك عنبر منتور يعني كل الإسانسات الشرقية المشهورة موجودة فيه ولخصوصية المناسبة سميته على اسمك يا روحي شوفي عطر هيفا شايفة بالإنجليزي تشمي بلاهي شو رأيك فيه الله بجنن بسام ما في أحلى من هيك إيه بس مو أحلى منك لا والنكتة إني فرحان كتير لأنه التركيبة نجحت معي وبيني وبيني كل العطور يلي بيعها يعني تجارية بس أنت حلوة حلوة كتير والحلو بده أحلى يا روحي ولك تسلم لي شو مزوي لا واليوم بالذات طالع وشك بيمزع ضبنات العقل خلص بسام بلا غزل هلا قدام العالم ولا يهمك بس وينك هيفاء لا تحكي لحدا على هديه خليها مفاجاه ها لانهم اكيد رح يجنوا من الغيره تاكلي حلو ها تفضلي باخذ لي قطعه حاكم مرمر تمي ان شاء الله صحه وهنا حبيبه قلبي صحه وهنا مطرح ما يسري يمري أهلين رزان أهلين حبيبتي شو وين كنتي؟ كنت بالسوق عم جيب موالح ومكسرات مشان سيران بكرة الله يعطيك العافية جيب لك شي بارد تشربي؟ لا حبيبي مالي عطشاني طب قولي لي رزان بدك شي عاوزة شي من السوق؟ لا سعيد أبدا ما في شي لكن شو سر زيارتك المفاجأة لمحلي؟ عدم مؤاخذ يعني مالك بالعادة صحيح بس أنا جاي أعرف منك شو هي الهدية اللي بدك تهديني إياها بكرة لأني سمعتك عم تقول إنه بدك تهديني هدية مميزة أكيد حبيبتي أكيد طيب شو هي الله يخليك سعيد لك حبيبتي ليش وصلتك محروقة خلاص خليها مفاجأة طيب فاجئني هلأ مشان الله بس بشرط ما بتحكي لحد منوب ما بحكي أكيد لحظة تفضلي فعلا حلو هالقصة الحلو يا روحي أنا صممته بإيدي وكتبت لك عليه بالزيركون اسمك بالكامل رزان شايفي ما أحلى؟ فعلا أنيقه حلو واليوم بالذات وصلنا من المعمل أول قص من تصميمي ورح نزله على السوق باسم رزان شوفي يا عمري شوفي ما أحلى ولك يسلم لي هالوش الحلو يسلم لي شو اللي بقلك يعني هو صحيح القالب غالب بس بصراحة يعني مو أي واحد يعني بالبال الزينة شو رأيك حبيبتي؟ بجنن حلو كتير وأنيق وطالما من شغل إيديك فهو أحلى قص بالدنيا الله يخلي لي إياكي طالما هيك أعطيني إياه لأقدم لك إياه بكرة هدية قدام رفقاتي ونسوانهم
أكيد رح يغاروا كتير، مو مشان قيمته بس لأنه من شغل إيدك. تفضل حبيبي، روق دمك. شكرا يا روحي، ليش عذبتي حالي؟ عذابك راحة وبسكوت. بتريدي شي حبيبتي؟ برهوم، بقدر أعرف بكرة شو رح تهديني بيوم زواجنا العشرين؟ شو رأيك تكون مفاجأة مو أحسن؟ خلي أسهل. طيب قلي، مثل شو يعني؟ بصراحة ما رح تقدري تتوقعيها. هيك شوقتني أكتر، قلي شو هي وصدقني ما رح أحكي لحدا. هو أنا بقلك ما بتفرق معي، بس بهالصورة رح تنزعي المفاجأة. هلا لا تلف وتدور برهوم، ماني متزحزحة من محلي لحتى أعرف شو هي. طيب بسيطة، أنا رح قلي. هذا يا ستي أنا عم أنظم فيكي قصيدة غزل منيحة. قصيدة غزل؟ فيني أنا؟ إيه نعم، وبكرة رح تسمعيها قدام الجماعة. شلون صارت هي؟ صار لي عمر عايشة معك، بحياتك ما تغزلت فيني، من أيام الخطبة لحد هالتاريخ. ولا يهمك يا روحي، بكرة رح طالع لك الفرق. رح تسمعي أرق وأطول قصيدة غزل كتبتها طول عمري، يعني بدك تقولي عدد أبياتها 30 بيت. تسلم لي إبراهيم، شو بتخسر إذا بتقلي إياها هلا؟ لك صدقيني يا قلبي لسه ما خلصي. طيب سمعني اللي خالص منها. أوه فظاعة شو بتلحقي. لح سمعك يا قلبي لح سمعك. نعم اسمع. نادية، اصعدي عرش الجمال الخالدي وتبوئي في القلب أحلى منزلي. تهواكي أزهار الرياض وطيرها، هيا اشعلي نار الهوى هيا اشعلي. أنت الغزال عصى الزمان بحسنه، قلبي مروج فامرحي وتنقلي. يا سلام عليك يا إبراهيم، كمل كمل، ليش وقفت؟ الحقيقة ما خلص معي غير 3 أبيات، لأنه شيطان الشعر عصلج معي. يعني أكيد القصيدة بتخلص لبكرة؟ أكيد. طيب شو رح تسميها؟ غزالتي نادية. يا يلا اجوا. وينك بسام؟ هلا تاخرت عليك. شو بدي اسوي هلا ابو شاكر؟ سلم لي الميكرو. هاتي هاتي. الله يسلم عمرك. يلا امشوا يلا. لك هات حبيبتي، هات ريت حبيبي البساط. شو حبيبي بتخاف علي؟ لك تقيل عليكي طبعا، بخاف عليكي. تبريني ان شاء الله. يسلموا ايديك. لو كان مو تقيل اليوم قررنا ندللكم. اليوم الدلال العالمي. احسن احسن هاتي احسن احسن. الكاميرا تقيلة على كتافك روحي. والله ما انا تقيلة. لك اليوم قررنا ما نحملكم شيء، ولو بيطلع بايدنا نحملكم على كتافنا لحملنا. والله. بتصدقوا يا جماعة، اليوم بسام غلالي القهوة وجاب لي اياها، وجلا كل الجليات. بتستاهلي يا هيفاء، لأني بصراحة ما هان علي توقفي ورا المجلة بهاليوم التاريخي. نعم. إن شاء الله تضلوا هيك على طول. بدك يعني نوقف ورا المجلة على طول ولا كنتانية؟ روحوا شباب روحوا روحوا. هيفاء عرفتي شو جابلك بسام هدية؟ هي عرفت وانا كمان عرفت. شو جابلك؟ ايه ما بقول، قولي انتي بالاول. يلا يلا يا جماعة عجلوا. يلا يلا تأخرتوا، الميكرو براس الحارة. تعبتوا حبيباتي؟ لا تعبت. على مهلك حياتي، لا تنقدي كتير مشان ما تتفلكشي. بتعرفي رزان منيح لبستك يا عبواطي، لانه انا بخاف عليك من المشي بالكعب العالي. يلا 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 يلا. لحظة لحظة لحظة، شو بقى؟ بلشنا نزغر؟ أنت جبت كبير مدبرة؟ شي يعني ضروري كل مرة أعلف لك لحتى تصدقني؟ وين عيونك بسام؟ عيوني موجودة بوشي حبيبي، بس حضرتك بتلم الزهر قبل ما تصه منيح. طيب هاي سعيد قدامك، بربك بدينك سعيد تحكي الصدق. شو جبت أنا؟ بسام لا تحلفني، صدقني ما كنت معك، كنت شاري. ليه كنت تاني؟ قال كنت شاري. طيب ماشي الحال، عيد الحتفة يا أخي. وهي شو حبيبي؟ دوشيش فظاعة زهرك، شو قوي. نعمل ولد أخي يا على عمل هالسيران. هلأ بدكم ضلوا عم تلعبوا بالطاولة؟ ولك حاكونا شوي، سايرونا. طيب ليش ما عم تتسلوا مع بعضكم؟ كل القصص اللي منعرفها حكيناها. ملحق عليكم؟ مين قالكم ما تجيبوا معكم برجيز؟ ما منحب البرجيز. هيك أحسن، قلتلكم خلينا نطبخ وننفخ ونشوى على ايدنا، ما رديتوا. ليكن الجماعة عملوا بدون شغل. ولك حبيبي كان نحن أصلا ندللهم بهاليوم التاريخي تبعهم، ولهالسبب وصينا على منسف ونمورة. وإمتى رح يجي الأكل؟ اتفقت مع المطعم الساعة 2. ولي على قامتي، يعني لسه بكير هيك بدنا نضل قاعدين عم نتصفن بالشجر؟
قوموا خدونا مشوار على النبعة بعدين بنرجع لهون. ولا يهمك رزان، بعد الغداء بنروح على كافيتيريا النهرين وبنعملكم حفلة جاتو وشاي وبنقدم لكم الهدايا المتميزة، شو رأيك بقى؟ على عيني بسام، بس والله ضاقت خلقنا. استني لقلك هيفا، اجتني فكرة. شو هي؟ ليش ما بنروح لعند الدكتورة؟ أنه دكتورة؟ يا ستي الدكتورة أخت رفيقتي وعندها هون مزرعة حلوة كتير، صرت زايرتها أكتر من مرة. طيب إذا رحنا لعندها منلاقيها يا ترى؟ أكيد، لأنه اليوم الجمعة وهي كل جمعة بتطلع على المزرعة. وبعيدة مزرعتها من هون؟ لا قريبة كتير، 10 دقايق مشي. قوموا يلا نتسلى. يلا أصبح أم وصلنا بسان. لون حبيبتي؟ على مزرعة رفيقة رزان قريبة من هون. إيه على عيني وراسي، بتأمري أمر، بس استني لخلص البرتية. سعيد قوم أنت وصلنا. لك حبيبتي الله يوفقك، أنا بعرف سوق مكرشكي ما بعرف. أصبح ما عندكم مانع نروح لحالنا؟ طالما قريبة ما عندي مانع حبيبتي. قريبة كتير بقى فالشجرات هدول. يلا روحوا بس لا تطولوا. صبايا ديروا بالكم على حالكم، على حد يلطشكم بالطريقة خدوا سكاكين. لا تخافوا، منعرف ندافع عن حالنا بدون سكاكين. والله بعرف. شاو معكم مع السلامة، سلمونا على رفيقتكم إذا بتريدوا. حل عنا حل، عود حبيبي عود. تعال تفرج كيف اللعب. تعال علي الزهر هو من هيك ما عاد. الله يخلي بيض ولا سوق؟ بيض حبيبي. مطولين لحتى نوصل؟ نعم مو مطولين. شايفين هذيك الشجرة الكبيرة؟ المزرعة أقفى منها. ايه منيح، لأنه الطريق ترابه عم تفركش بالمشي. مو صحيح، أنت بتحبي الرقوصة. ايه دخيلة. انجيلي لقلك. كمشيها كمشيها. ما سفدت شي. العاب خود هاد. خود لحظك مني. الأطول الأطول حداك حجر اسمه. هلا أنا عم لاعب واحد ولا اثنين، إذا بدك ضل عم تدله بطئ لعبها. ايه طيب شباك سكتنا، ها ما عدنا نحكي. ما بيكفي زهرو. شباك إبراهيم بالبهورة زلم عم بمزح. شو يمزح؟ دوياك يلا. ما استفدت شيء. خود هاي كمان. حلو. حلو. مرحبا عمو، كيفك؟ يا ميت اهلين وسهلين بالست رزان، اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. يا ترى الدكتورة موجودة؟ لا والله لسه ما اجت، بس هذا وقتها، هلا هي على الطريق، تفضلوا تفضلوا. شكرا. شرفوا. يا ميت اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلوا. العاب سعيد شو صار لك؟ قصدي عم تجاكلني يعني؟ شو بك ما ترك الزهر؟ حجر بقى خلصنا. لك نطفت له قلبه للزلمه الحوش بقى. على راسي على راسي. حلو حلو. شو؟ كمل ولا بتنسحب؟ والله انا لو كنت مكانك بكمل. لانك جاي من يوم يومك. يا
يعطيكم العافيه يا جماعه. الله يعافيك. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين وسهلين. اهلين خانم. ممكن تساعدوني لو سمحتوا؟ ولو طبعا مساعدك، يعني نحن اذا ما ساعدنا هالملاك الهابط علينا من السماء مين بدنا نساعد لك؟ شكرا، هاد من لطفكم. انت امري وبس. حدا فيكم بيعرف بتصليح السياره؟ طبعا بنعرف، لكن ما بنعرف. ولو يا خانم، يعني معقول بعد هالامر ما نعرف نصلح سياره؟ يعني اموري اموري على راسنا. شو تعطلت سيارتي هون على الطريق على غفله؟ وقفت ما بعرف شو صار لها. تكرم عيونك، نحن جاهزين. اصبح اللي بيعرف فيكم بتصليح السيارات يتفضل معي اذا ما في اسئله. العيونك تفضلي. على راسي جاهزين. ابراهيم رجع لورا انت، الله يرضى عليك. شو بفهمك بالتصليح؟ على اساس انت بتعرف تصلح يعني؟ بالمناسبه بسام، ترى انا بعرف اصلح منيح سيارات، وانا صغير كنت ميكانيكي يعني. بس معلش معلش يعني. معلش هلا تمسك لي الفك. تعال تعال. هاي السياره. وانا لبقت لك يا خانم. لحظه 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 حبيبي، لحظه يا روحي. بعد قربي شوي حتى تدليني. افتح ابراهيم غطى المحرك. يلا. اذا هالانواع بفهم فيها. خلصني حبيبي، افتح. شو بك؟ شو بيعرفني وين الزر؟ يظهر كل سيارة إلى مفتاح شكل. وين الزر يا خانو؟ ها لقيته. شغل لي المحرك. شو؟ ما عم يضرب المرش، مدري شو به. ايوه هذا اكيد من السلندير. شو دخل السلندير؟ ما له علاقة السلندير، اكيد في سبب تاني. انا بعتقد انه العطل من الدينامو، يعني بدي اقول شغله كهرباء. لك شو من الدينامو انت الثاني؟ اكيد العطل من البواجي. لا يا جماعه لا، مو من البواجي، انا قبل اسبوع غيرتهم هنن والبلاتين. انا بتصور انه العطل من البنزين المغشوش اللي عبيته قبل نص ساعه من الكازيه. حاكم كل ما بعبي من هالمحطه بتعطل سيارتي. كلام معقول، كلام معقول. اصبح وينك؟ انا رح افك غطا الكربراتير ونظف المواسير، المواسير بدهم تنظيف. شو الحكي بسام؟ هلا الكربراتير فيه مواسير؟ ما فيه. لك يا اخي فيه، بس المشكله انه نحن ما معنا عده. ولا يهمكم، انا معي عده. شو الحكي؟ لحنا لك ما عده. ما عده؟ لك تبهدلنا لك، بدنا نفكها. وهي شنطة العدة. ولك يسلموا لي هالايدين يا رب. شوف شنطتها شو كربوجي. لمتها. وسخت ايديك يا اخي، مسخت ايديك. لا اضرب عليك انا. اكلت لي وين محلك؟ جبت لك اياها براسي. مو مشكلة، كتر خيرك. هات حبيبي هات هات. يسلموا بسام، اعطينا. معلش حبيبي معلش، بدي انكش هالعطل ولو ضلينا هون لبكره كرمال هالعيون الفتانة. تأخرت كثير. خلونا نمشي. يلا طولوا بالكم طولوا بالكم. ابو غسان تاخرت كثير الدكتوره. هذا هو وقتها، ما بقى الا تجي يعني. حلوه تروحوا بدون ما تشوفكم. طيب يسلموا ايديك. تفضلي تفضلي. شان الله ما تاخذوني يا جماعه، عذبتكم معي. ممكن ترتاحوا شوي؟ الله يخليكي. تعبك راحة يا آنسة. آنسة على ما أعتقد، مو هيك؟ مزبوط آنسة. لك يا نيالو يا بياض نهارو يلي بده ياخدك، أطيب قهوة رح أشربها بعمري. شكرا كلك ذوق. يخليك يا ربي. تفضل. يسلموا التية. الله يسلمهم يا رب. ما بعرف، يمكن هي أطيب قهوة بشربها بحياتي على الإطلاق. وحياة الرسول، ريتهم يسلموا لي هالأنامل العاج يا حق. عنابي وأنت السادي مو عاج. عفوا يا خانم، يعني فيني أسألك سؤال لو سمحتي؟ إيه تفضل ولو. يعني يا خانم، يعني وين كنت راحة بهالبساتين لوحدك؟ والله بينخاف عليك، بينخاف عليك تنخطفي. لك الحق معه، الدنيا مانا أمان. بعدين أنت حلوة، لك حلوة كتير، يغزي العين من عيني. اللهم صلي على النبي عليه الجمال. بصراحة أنا عندي مزرعة قريبة من هون، كنت جاي عليها. الاسم بالخير آنستي؟ اسمي الدكتورة ريما السمان. ريما السمان، ريما، ريما، اسم شاعر كتير وإله موسيقى ها؟ لا، وإله معنى فظيع. الريم معناته الغزال الشاري. لك اسم على مسمى، شو بدنا بهالحكي يا عمي؟ لك الله يحرسك يا عمي. شكرا يا جماعة، هذا لطف منكم. وشو اختصاصك دكتورة ريما؟ اختصاصي اعصاب. اصبح بدك تعالجيني، ما في كلام.
خير ان شاء الله. يعني معقول الواحد يشوفك وما تفرط اعصابه؟ قلتك وانا كمان عليل الاعصاب. بصراحة يا جماعة انا حاسة انه انتم ما رح تقدروا تصلحوا السيارة، وانا تأخرت كتير وصار لازم امشي، بس ما بعرف شو بدي اعمل، كيف بدي انقل السيارة على المزرعة هلا؟ ولا يهمك دكتورة، محلولة، شغلتك محلولة. وشلون يعني محلولة؟ يعني نحن في عنا ميكرو، رح اجيب لك اياه وشد لك السيارة للمزرعة، شو رأيك بقى؟ والله يا جماعة ما في داعي تغلبوا حالكم معي. شلون ما في داعي دكتورة ريما، هذا واجبنا. دكتورة احنا دائما بالخدمة، مشان الله بس اشرب اصبعتك. يلا شباب همة. يلا. ايه برافو، جاهزين دكتورة. يعطيكم العافية يا جماعة، لبكتكم معي. ولو يا دكتورة، الحقيقة أنا سعيد بمعرفتك كتير، يعني مو مصدق على حالي إني عرفتك هيك إليك. نخلي لي ياكم يا رب، وأنا كمان كتير سعيدة بمعرفتكم. دكتورة ريما بتسمحي لي اهديكي هالأبيات يلي إجاني فيهن وحي الشعر هلأ بعد ما تعرفت عليكي؟ عفوا، يعني حضرتك شاعر؟ لا أنا مدرس، بس يعني أحيانا بكتب شعر. طيب ماشي الحال، عم بسمعك، تفضل. غزالتي ريما، ريما اصعدي عرش الجمال الخالدي وتبوئي في القلب أحلى منزلي. تهواك أزهار الرياض وطيرها، هيا شعلي هيا شعلي نار الهوى، هيا شعلي. ريما الغزال عصى الزمان بسحره، قلبي مروج فامرحي وتنقلي. حلوة كتير، يعطيك العافية، بس يعني ممكن توقع لي عليها وتعطيني إياها لحتى أحتفظ فيها؟ على عيني. تفضلي. شكرا. عفوا. تفضلي على الميكرو دكتورة ريما. طيب يا جماعة وسيارتي مين بده يسوقها؟ لا يا دكتورة على راسي أنا بسوقها. تفضلي تفضلي. والأستاذ إبراهيم رح يرجع مشان ما حدا يسرق شي من الأغراض، مو هيك أستاذ إبراهيم؟ أكيد أكيد. وما بتعرف بجوز يجيك شيطان الشعر ويستفرد فيك ويركبك على غفلة. تفضلي دكتورة ريما، تفضلي تفضلي. غزالتي ريما، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتورة. دكتورة نعم. بتحبي نفوت لك السيارة لجوا؟ لا والله ما في داعي، لا تغلبوا حالكم، هلأ بتصل مع الميكانيكي وبيجي بياخده. يعني عفوا دكتورة، يعني ما بتريد أي شيء، أي خدمة، أي بدي سلامة قلبكم، بس لا تنسوا تسلمولي على الأستاذ إبراهيم. شاعر يعني؟ خلص وصل ولا يهمك. يلا يعطيكم العافية. الله معك، مع السلامة دكتورة. دكتورة؟ نعم. بتسمحي لي أقدم لك هيك شغلة صغيرة كتذكار؟ على عيني، بس شو المناسبة؟ ما في مناسبة أبداً، بس يعني لحتى تتذكرينا بالخير مثل ما حتتذكري زميلنا الشاعر الأستاذ إبراهيم. ماشي مثل ما بدك. دكتورة تفضلي هذا القص، أنا صممت بنفسي، يعني أنا اللي عملته. حلو كتير، فعلاً حلو. شكراً، وأكيد لما تحطيه على راسك راح يصير أحلى وأحلى بكتير. وأنا كمان حابب أهديك أنينة هالعطر يلي ركبته بنفسي من أفخم 10 عطور شرقية مشهورة، فل، ياسمين، زنبا، منتور، جاردينيا، رنفول، نرجس، مسك وعنبر. يا سلام، فعلا ريحتها طيبة وكتير كتير كتير. شو مسميها ترى؟ هيفا؟ صحيح، بس لو كنت مسميه ريما كان أحلى. أهلين وسهلين دكتورة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أبو غسان. في جماعة جوا عم يستنوك، يصلون أكثر من ساعة. ماشي الحال،
يلا يا جماعة، شكرا على الهدايا وتشرفت كثير بمعرفتكم. نحن يا دكتورة اللي طار عنا والله. أصله تشرفنا فيكي. يلا يعطيكم العافية. الله معك دكتورة. الله معي. الله معي. يخرب بيتها ما احلاها. لك بتفلج يا رجل بتفلج. لك الاي كم من هيك يا بسام؟ لك بعد بنت؟ لك ما تزوجت؟ لك عم يطص الشباب طص. اخي المرأة الحلوة حرام تتجوز، خليها مثل الزهرة الفواحة احلى. معلوم والله معك حق، لانه الزهرة اللي بايدك الك لوحدك، بس اللي بالحديقة ملك للجميع. بس وينك سعيد؟ اذا نسواننا هلا سألونا عن الهدايا المميزة، شو بدنا نقول لهم؟ انا رح اقول لمرت نسيتها. وانا رح الا ما بعرف وين حطيتها. طب ابراهيم شعرنا لمعت، شو بده يقول لمرته؟ خليه الها، خطف قصيدتي شيطان شعر. لك يا حرق حريشه يا رجل، شفت شو نمس كيف بدل الاسم من ناديه لريما؟ شفت اخي هدول الشعراء بيركبوا اذن الجره مطرح ما بدهن. قلتك روح. رزان مو معقول. يا اهلين. اهلا وسهلا، لي زمان ما شفتك مو؟ اي والله. اهلا وسهلا. بعرفك عرفقاتي ناديه وهيفاء. تشرفنا. وهلا عم نحتفل بيوم زواجنا العشرين. مزبوط، بتذكر انك خبرتيني انكم عملتوا عرس جماعي وتزوجتوا بنفس اليوم. اهلا وسهلا فيكم. اهلين فيكي. بس ما نكون اجينا بوقت غير مناسب. ولو اهلا وسهلا فيكم، المكان مكانكم ورزان عزيزه وغالي علي كثير. الحقيقة نحن ورجالنا عاملين سيران ببستان هون قريب من مزرعتي، ولهالسبب استقربنا واجينا. يا ستي زارتنا البركة واهلا وسهلا، وين رجالكم؟ تركناهم بالبستان عم يلعبوا طاولة، مشان هيك خطفنا رجلنا واجينا لعندي. طيب ليش ما بتجوا وبتعملوا الاحتفال عندي هون؟ ما بنقدر، نحن مواصلين على غدا. يا ستي جيبوا الغدا وتعالوا احتفلوا عندي هون، يا ميت اهلا وسهلا فيكم، والله بفرح فيكم عن جد. يلا قوام اتصلوا برجالكم خليهم يجوا، رح ابعت ابو غسان يجيبهم. ريما صعدي لك نادية. شو ريما طارت قصيدة بالراسي؟ نادية صعدي عرش الجمال الخالدي وتبوئي في القلب أحلى منزلي. ألو، لك وينكم أنتو؟ بمزرعة الدكتورة ريما طبيبة الأعصاب؟ ليش غير فئتكم اللي رحتوا لعندها؟ لك بس بدي افهم شو اخذكم لهني. لا لا ما رح نجي، لا تعسبوا حالكم، تعوا بسرعه انتو. يلا شباب، نسواننا عند الدكتوره ريما طبيبه الاعصاب، تاري هي رفيقتهم اللي راحوا لعندها. لا عم على الحظها. شو قال لك؟ ما رضوا يجوا، وحسيتهم تكركبوا كثير لما عرفوا انه نحن عند الدكتوره ريما. يوه، وليش حتى يتكركبوا؟ عفوا يا جماعه، هلا انتو اجيتوا هالسيران مع رجالكن بمكرو ابيض شي؟ ايه هالمكرو لقرايب جوزي. ما قالك ليش ما بدون يجوا؟ ما رد علي. لك على القليله يجوا ياخذونا. يا ويلتي اذا قالتلن الدكتوره عن الهدايا اللي عطيناها ياهم. فعلا ساعات رح نتبهدل. ناديه صعدي عرش الجمال الخالدي. لك اخي اتركنا من قصيدتك هلا، الله يرضى عليك. شباب بدنا نفل هلا، وين نروح؟ لازم نهرب على اي مطعم، على اي قرنه ننستر فيها غير هون. ونسواننا مين بده يجيبه؟ لك ليكو ايش طابين الغراب؟ ولك وين بدكم تهربوا؟ اه ما بدنا نهرب، ما بدنا نهرب، شو نهرب؟ بس هون ذبحنا القرص، اهلكنا من القرص. لك اطلع عنا حي بتطلع مترين طوله. وليش ما رضيتوا تجوا على مزرعة الدكتورة ريما؟ يا حبيبتي يعني عدم مؤاخذة، نحن ما بنعرف الدكتورة وما بدنا نعذبها يعني معنا. ولو يا عيب، شو ما عليكم، شو هالحكي هاد؟ عذابكم راحة. وهي الدكتورة جاي بنفسها لحتى تعزمكم. بصراحة
ما هان علي تحتفلوا بعيد زواجكم هون بالبستان، ومزرعتي كلها تحت امركم، بقى تفضلوا اهلا وسهلا فيكم. شكرا بس هلا ما بدها بس بس الحقونا يلا. ماشي. الحقيقة يا جماعة أنا كتير فرحانة بوجودكم عندي، إلي زمان كتير ما فرحت هيك فرحة. ونحن كمان زادت فرحتنا معرفتك كتير يا دكتورة. يا جماعة هلأ صار وقت الهدايا. سمعت إنه بهالمناسبة السعيدة جايبين لزوجاتكم هدايا متميزة كتير. إيه مزبوط بس لحظة يعني فكري ما تعذب حالك وتروح على الميكرو. يا أبو غسان. حاضر دكتورة. الحقيقة ما في أجمل من الإخلاص والعرفان بين الأزواج، وأنا كتير بهنيكم على أزواجكم وعلى المودة الحلوة اللي بيناتكم. يعطيك العافية أبو غسان، حطن عندك. شو هاد؟ الله في روايح طيبة هون. إلي 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 عطر، هاد عطر لزوجتي هيفاء لحبيبتي. هذا الأنس. يسلم دكتورة، شكرا. تفضل يا عمري. معناته اكيد هي هديتك. ايه هي لحبيبتي. لا تخاف كون مطمن، صلحت الاسم. يا جماعة ما قلتولي شو رأيكم بالدكتورة ريما؟ بتجنن، بتطير العقل، ما في منها. إن شاء الله تتهدوا فيها. إيه والله ظريف كتير هالبنت، طبيبة أعصاب بتريح الأعصاب كتير. ورح تستلم بأول الشهر رئيسة قسم الجراحة العصبية بمشفى حكومي. طيب شو رأيكم نبقى نزورها بهالمناسبة وناخد لهدية؟ يا ليه سكتوا؟ طول معلمنا، ما هيك؟ كله خير إن شاء الله. شو القصة عمو فادي؟ ما بعرف عمو، علمي علمك. يمكن عم يضيفوه قهوة بقاعة الشرف. ليش سمحوا بالدخول لناس وناس؟ شو ما بيعرفوا إنه نحن رفقاته؟ أخي لا تروحوا لبعيد، أنا صهره جوز بنته ما سمحوا لي أدخل، مع إنه سمحوا لعديلة عبد المجيد يفوت. بقى كيف ركبت معهم هالقصة ما بعرف. أخي عم يعملوا مثل الفرض، قال إذا قام بي أحدهم سقط عن الباقين. الو اهلين ماما. لا لسه ما طلع من القاعه. هاي يمكن طلع. ماما بحكي معك بعدين، بدي اصور بكاميرا فيديو. يلا باي. سيارتي هون.
شلون شايفين لي اياه بعد رحلة العلاج؟ والله انا شايفه متماسك تماما، وبصراحة لو ما بعتوه من فوق حتى يتعالج برا كانت حالته بالويل غير هيك. شو رأيكم؟ لساته بيحل وبيربو ولا انتهى امره؟ اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ شو انتهى امره؟ هو الكل بالكل. اعوذ بالله يا شيخ، يلي له عمر ما بتهينه شده. تعرفوا يا شباب، اذا مات الرجل لا قدر الله رح نشطط شنطه الكلاب ورح تنخرب بيوتنا لا سمح الله. لا تخاف ربيع، لا تخاف، مسؤول مهم مثل ابو عبده مو بالسهوله عزرائيل يستدل على مكانه. ايشو الشغله فوضى؟ بعدين عزرائيل ما بيقرب على المدعومين، ما بيقرب، بيخاف على روحه. سامع شو عم قلت ماما؟ هلا بس يسأل بابا بالسلامة بتركض لعنده وبتبوسه وبتقول له اشتقنا لك كثير بابا انا والماما. شو بدك تقول له؟ اشتقنا لك كثير انا والماما. برافو حبيبي، برافو. تأخروا ما هيك؟ هذا وقته، ما تقولي الا شو. ولا يهمك سهيلة، ولا يهمك، يعني انطولت وقصرت بتضلي انتي مرته الاولانية، ام عبده وام فادي. لك انا مو حارق قلبي غير هذا الفصعون الصغير اللي جابته مشان يشاركني انا ولادي بالورثة. طولي بالك، طولي بالك، لا تهزي بدنك، هلا بترتفع معك السكر. ان شاء الله صدقت لي انه المعلم رجع وما في شيء ومعافى. هن هيك عم بيقولوا. قلت يا حبيبي يقولوا شو ما يقولوا شو يعني. بس يا حبيب قلبي اسمعني لقلك، في شيء اخطر، اخطر بكثير صدقني. شوفي الصبح انا عم بسال زريعه الاستاذ مهند اخوال المدام. ايه اخو اخو المدام شيرين عم بيقول لنا ديري بالك على حالك وعلى ابنك، اوعك اوعك تتنازع على حق ابن حمولي. هيك عم بيقول لنا. بس ليش؟ ما بعرف. شو 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 شوي وليه على طولي؟ شو بابا عبده؟ ما في شي، نايم نايم. وين بيلعب؟ يعني بدك تقولي الكيلومتر 7.5 على طريق المطار. لا تقولي نفوت عند ابو عبدو. اسفين اسفين يا شباب، وضعه الصحي ما بيسمح له يستقبل حدا اذا بده. يا جماعه اتحمل يا جماعه، هلا بنقول شيء فيه غير مره بيجي شرفه. يا شباب تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا منى. اهلين اهلين جمال، بشرني شو صار معه؟ شو بده يصير يعني؟ ما صار شيء. شلون يعني ما صار شيء؟ ليش ما رجع ابو عبده؟ رجع ابو عبده بس ما قدرت تشوفه. ما فهمت عليك، شلون ما قدرت تشوفه يعني؟ بقصد انه ما قدرت احكي معه لانه عليه عجله كثير. اي تصطفل، معناتها طارت البعثه. لا لا ما طارت، لسه في امل. شلون يعني في امل والوقت عم يهرب من بين ايدينا؟ يكون بعلمك جمالها، اذا ما دبر لك ابو عبده البعثه ما رح يكون في قدامك بعثه كل عمرك. إيه ولا يهمك، رح احاول شوفها هاليومين مره تانية. بدنا البعثه على صيفها لانه بنت عمي نوال راحت السنه الماضيه على اوروبا وانبسطت كتير كتير. بقى الله يرضى عليك خلينا نقضي هالاربع اشهر الصيفيه باوروبا، وما حدا احسن من حدا جمله. على عيني وراسي. بس هلا لا لا، بكره بدك تشوفه، مو تنسى، خير البر عاجلها. رح اشوفه والله رح اشوفه، بس المشكله ابو عبده مريض وبخاف انه. إيه لا تخاف ولا على بالك، ما رح يصير له شيء، القصه كلها على بعضها ما رح تكلفه اكثر من تليفون. يعني كل هالشيء لانك ما قدرت تحكي مع ابو عبده؟ لك يا الهام يا الهام، انت مالك فهماني شو صاير. شو صاير يعني؟ شو صاير؟ إذا أبو عبده ما حكى مع رئيس شركة التقطير والتكرير، المناقصة رح تطير من إيد ابن خالتي ممدوح. شو يعني؟
شو يعني شو يعني شرقيها بالمعلقة حتى تفهميها؟ طيب انت فهمني لحتى افهم واتعاطف معك. طيب هذا يا ستي ابن خالتي ممدوح، وعدني بمليون ليرة لجيبتي إذا رست المناقصة عليه، ولهالسبب أنا لازم أحكي له مع أبو عبده حتى يدعمه بهالمسألة، فهمت شو بقصد؟ إيه يعني أنت ليش حامل السلم بالعرض؟ إذا ما قدرت تشوفه اليوم، اطلب مقابلته بكرة. إيه هيك رح أساوي، بس المشكلة إنه أبو عبده مريض، ما عم يخلوا حدا يقرب عليه. مشان ما ينعدى يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة فهموا علي من شان الله، البضاعة صار لها شهر بالمينا وبيجوز يحجزوها إذا ما دبرناها اليوم قبل بكرة. لا والمصيبة إذا حجزوها رح يتبين لهم إن البضاعة مو بس مخالفة للمواصفات، مو صالحة للاستهلاك البشري كمان. بقى إذا ما طلعت البضاعة من المينا بسرعة رح ينخرب بيتنا. مظبوط عم تحكي، وبصراحة نحن ما استوردناها لو ما مأمنين فيك يا أستاذ عمار. على عيني وراسي أنا ما عمل كل، بس صدقوني يا جماعة الظروف صعبة. أخي ظروف ما ظروف ما منعرف، البضاعة لازم تطلع من مينا، يعني لازم تطلع. الشغلة بسيطة يا أستاذ عمار، ما بدنا من أبو عبدو غير تليفون صغير لمدير المينا، وبلمح البصر بصير البضاعة برا. دخيلك عجل قبل ما يغيروه يجيبوا واحد بداله. هلا حاجة حكي بفوق الأسطيح، قلت لك حاول شوفه وما درت، شو هجوم عليه يعني؟ والله اذا من شان الاداره ومنصب المدير العام هجمت عليك، مش هجمتك تهجم لكان. بس انا ما قصرت يا نادر، ما قصرت لك، وجيت حالي وقفت مواجه منه بالضبط. شب انت كان المفروض فيك تقاتل وتطحش حتى تصلي وتحكي معه، بس ذنبك على جنبك. بكره بتطلع تشكيله المدراء العامين وحضرتك بتصفى على الرف، والسبب الوحيد لهالشيء تقصيرك وبس. لا شبك ما شفت الشاشه بك وعندنا شب. لا تطولي بالك. صحيان وعين الله عليه. وهلا شو عم بيساوي؟ تركته عم يشوف فيلم فيديو. يا حبيب قلبي يا ابو عبدو فيني شوفه؟ بصراحه يا مدام انا بفضل انه ضل بعيد عن الانفعالات. يا جماعه مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، نحن كلياتنا اولا واخيرا تحت الطاف الله سبحانه وتعالى، ومعلمنا ابو عبدو بقلبه الكبير وعواطفه النبيله وثقته الكبيره فيكم، شرفني انا محامي العيله بالتشاور معكم مشان توزيع أملاكه وسروته على حياة عينه وعلى كل أفراد أسرته، وهو مستعد ليقبل أي اقتراح أنتم بتتفقوا عليه. الله يطولنا بعمره ولا يحرمنا من كرمه وعطفه. بقى اللي بتريدوه أنا جاهز ومستعد أنقل كل اقتراحاتكم لمعلمنا أبو عبدو الله يطول بعمره. بقى تفضلوا مين بيريد يحكي؟ خلينا نبدأ بأملاك الضيعة. لا أملاك العاصمة بالأول. لا لا بلا أراضي أفضل يا جماعة، خلونا نبدأ بالشركات. لا أملاك الشركات أهم شيء. يا جماعة هيك ما بيمشي الحال، واحد واحد إذا بتريدوا. عفوا دكتور المعلم زياد، عن إذنكم. فادي يا جماعة الشركات أهم شيء. يا عديد الأراضي أفضل. عيد شريط الفيديو من أوله. تعال دكتور عاطف عود هون. أنا عازمك على شريط فيديو يلي سجلوا لي إياه بالمطار. تفرج. إلنا الشرف، إلنا الشرف سيدي. شايف عاطف؟ شايف قديش مسيطرين على الأمن جماعتي؟ بعد يدو. هي أنا شفتني شعب وراي. انت كمان
شايف كيف عم حي الجماهير؟ نعم نعم. مع انه سمحوا لعليلي نور. لحظة لحظة. نعم شي. عيد المقطع يا نور، عيده مرة تانية. شايف يا دكتور عاطف؟ نعم. شايف هدنك اللي واقفين هني؟ هدول رفقاتي جمال وربيع وعمار واشرف. صحيح العمى بقلبهم، ليش ما شفتهم هون عندي بالفيلا لحد هلا؟ صحيح والله ما بعرف يا سيدي. الو. اهلين وسهلين ومرحبتين. احترامي سيدي ابو عبدو، ربي يخلي لي اياك يا ربي يطول لي بعمره. يا عيني عليك على هالصوت الحلو يا سيدي. كيف حالكم سيدي؟ طمنوني ان شاء الله. طمنوني كيف صارت صحتكم هلا؟ انه هيك يا منظوم ما بشوفك ولا بتسلم علي؟ بصير هيك يا جمال؟ معقوله يا سيدي ما سلم عليكم؟ اعوذ بالله يا سيدي. الله وكيلك، انا اول واحد كنت عم بستقبلكم بالمطار ورافقتكم من المطار للبيت حتى سلوا اهلكم. ولا يهمك يا جمال ولا يهمك، شفتك بالشريط. بس ليش ما ببوسني ولا صافحتني؟ معكم حق، بهي معكم حق يا سيدي، بس انا كنت شاكك انه معك ريق وخفت انه اعديكم. بس على كل لا لا بس بس بكره الساعه 12 بتكون عندي، فهمان ولا؟ امرك يا سيدي امرك. لح اجي بالوقت المحدد. مع السلامه يا سيدي. مع السلامه. حقابله بكره 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 لح بشر المرا هلا. نور نور، عيد الشريط من اوله. الله يكسر. بس عفوا سيدي هلا اجى وقت التو. طول بالك، هلا بدي اتصل بعمار وربيع. انت تسلى تسلى انت بالشريط على بين ما اتصل فيهم. هلا اتذكرت. بخاف بخاف يظنوا اني ما التكشت فيهم. شو رقم هذا؟ تفضل. السلام عليكم. لوين يا اخوان؟ يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. هدي بدنا نزور المعلم ابو عبدو. مين حضرتكم؟ ولو هلا بطلت تعرفنا لك اسعاد. لا تخزوني يا اساتذه، بهالظروف الصعبه اللي عم نمر فيها ما بقدر نفذ الا تعليمات ابو عبدو وبس. شو اسماء حضراتكم؟ شو لك؟ انا عمار يا اسعد. هاي الاستاذ جمال وربيع واشرف. والنعم منكم. بس انتو موعدكم الساعة 12 وهلأ الساعة 12 اللي 10. أهلا وسهلا. مفرع 10 دقايق بعدين. نحن رفقاتنا أبو عبدو. أخي اتصل فيه انت وقل له انه نحن اجينا تنتهي القصة. بترجاكم يا أساتذة، برجع بأكد وبكرر مرة تانية، بهالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها ما بدي يجيني وجع راس نقفاكم. بس تصير الساعة 12 بتفوتوا لعنده من عيني هاي قبل هاي. اهلا وسهلا. يمكن اجى وقت الفطور. ادخل. صباح الخير. صباح النور. قديش حطيت ملح باللبنه؟ جرامين لذيذ دكتور. وسكر قديش حطيت بالحليب؟ سكر ما حطيت، تركت الامر لكم، خفت انه اخطئ منهجيا او علميا يعني. بلا السكر. الزيتونات كم واحد اليوم؟ 8 دكتور. 8. شيل لي تنتين منه. حاضر. دكتور ما بده شي دم؟ لا سلامتك. دكتور عاطف انا مو جاي على بالي اكل بغرفه النوم. جاي على بالي اكل على البلكون. حتى هيك اسمع صوت العصافير والحساسين واتمتع بضوء الشمس. ايه شو علي؟ بيصير. شكري سبينا لبرا. حاضر حاضر معلم. يا معين العاجزين يا رب العباد. يلا يلا يلا. هات عطيف على بالك على بالك. الله. ايوه بسم الله الله يرضى عليك.
شافنا 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 ابو عبدو يا اسعد. هدول رفقاتي يا دكتور عاطف، والضفر ما بيطلع من اللحم. دخلوه دخلوهم بسرعه. يسلم لي منظرهم ما احلى، مثل باقة الورد. حاضر معلم. اسعد حاضر تفضلوا. بس يا سيدي هلا موعد الفطور بعد اذنك. لك شو فطور ما فطور، انت الثاني شو جنيت ولا يعني بدك ياني التهي ببطني واترك رفقاتي يعني؟ بس يا سيدي خليهم يفوتوا بسرعه. حاضر حاضر سيدي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد على السلامة سيدي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ومرحبا، اهلين برفقاتي وحبايب قلبي. تعوا تعوا. احترامي. اهلا اهلا يا سيدي. اهلا وسهلا ومرحبا، اهلين برفقاتي وحبايب قلبي. قسما بالله صار لي زمان ما فرحت هيك فرحة من جوات قلبي، فرحة حقيقية. على علمك من امتى انا ما فرحت دكتور؟ صاركم زمان ما فرحتوا سيدي. وهلا انا فرحان ولا لا باعتبارك دكتور يعني؟ يبدو لي فرحانين يا سيدي. طبعا فرحان. تعت ايدك دس قلبي دس قلبي. فعلا مزبوط، بعمركم ما فرحتوا هيك فرحه عارمه، خاصه بهالمرحله الدقيقه اللي عم نمر فيها. انا بستاذن رح اتركك مع رفقاتك. الله معك عاطف. الحمد لله على السلامه يا ابو عبدو. الله يسلمكن ويدينكن يا أحباء. ربي يخليني هالوش الحلو يا رب. تسلم. يعني قد ما حلفت ما راح تصدقوا قديش اشتقتلكن، وما في غرابة بالموضوع لأنه سوى ربينا. مهدت ملايين مصطفى على المالي. قديش نعطيه؟ هلا وقتن هدوني؟ والله ما بعرف، خايفة كتر الحكي يضره. يعني يشوفوا قدام يضروا يجوا هلا؟ المشكلة إنه هو طلبهم. طلبهم؟ يا حبيبي راحت معه شي ساعتين هلا، أخذي على علكة مصدي وحكي فاضي. إيه منى؟ سيدي حابب أذكركم بموضوع الباسة. يا ترى شو صار بتتذكر يا جمال لما قلعك الأستاذ من الصف لأنه ما معك ليرة لصندوق التعاون؟ وراح أبوك ودين الليرة من الدكنجي وما رجع له إياها لهلا؟ بتتذكر؟ إيه بتذكر أبو عبدو، بتذكر تمام. إيه شو كانت أيام حلوة يا جماعة، أيام البساطة والفقر بتضل حلوة. وبصراحة صداقة الطفولة بتبقى لذيذة لأن منزهة عن كل غاية وغرض. صحيح. سيدنا أبو عبدو بدي منكم هالخدمة الصغيرة لو سمحت. تتذكر يا أشرف لما ابن أبو حمود خرطبيلة ضيع قلمه الجديد ولقوه بشنتايتك؟ قلت لهم أنت إجا لحاله إجا لحاله. إجا لحاله، كانت ظريفة جدا، جواب مفبرك مثل أخبار التلفزيون. إجت لحاله. فعلا سيدي حبيب ذكرتكم البضاعة المستوردة يلي بالمينا. بتتذكر يا عمار كيف أمك باعت الجاج الطوزة يلي عندكم مشان تشتري لك كتاب العلوم؟ بتذكر سيدي بتذكر. وبتتذكر شو أول درس بالعلوم؟ لا والله يا سيدي نسيت. ولك شو نسيت ما نسيت؟ أول درس كان عن الدجاج. فعلا يا أحباب ذكريات رائعة جدا لا تنسى أبدا. بدك شي ربيع؟ لا أبدا سيدي، بس حابب لكم شي. بتتذكر يا ربيع كيف كنت تنام بالاجتماعات الرفاقية؟ وانا باعتباري كنت رئيس الاجتماع كنت اصرخ لك واقول لك ربيع ربيع وبغسل وجهك. ولما انك من هداك اليوم غسل وجهك وراحت عليك.
فعلا فعلا صحيح. آه يا أحباب، يا سلام يا سلام، ما أحلى الذكريات الجميلة. لا خيو، ذكريات الطفولة والصيبة بتضل منزهة عن المصالح والغايات، ولها سبب الواحد بحبها. ادخل. عفوا بابا، أنا آسف للمقاطعة بس. خير إن شاء الله، شو في يا أستاذ عادي؟ عفوا سيدي، أنا جاي حسب الموعد مشان الوصية. إيه شو علي، ما في مانع، هلا بنسمع. عفوا بابا، بس يعني يا ريت ما نقرأ الوصية قدام ناس غرباء. إيه معليش، ماشي الحال. ممكن تستنوني شي 10 دقايق حتى أخلص عملية توزيع تركتي؟ يعني شغلة بسيطة ما بطول. إيه شو عم يقول؟ خذ راحتك، خذ راحتك، أنا منتظر. استناك برا أبو عبدو. يلا. اسمحوا لي قبل أن أقرأ الوصية أن أحيي ولي نعمتنا أبو عبدو، وأن أدعو له بقهر المرض وبالشفاء العاجل. لقد ناضلت يا سيدي فأحسنت النضال، وتزوجت فأحسنت اختيار الزوجات الصالحات، وربيت البنين والبنات فأحسنت التربية، وصاهرت فأحسنت اختيار الأصهار. وقد اجتمع شمل العائلة بعد إذنكم، وتناقشوا بكل أريحية وتسامح، واتفقوا بعد السماح لهم من قبلكم على توزيع الميراث كما يلي. أولاً، فيلا الصبورة وفيلا بلودان وسيارتين شبح ونصف مليون دولار للسيدة الفاضلة سهيلة أم عبدو. ثانياً، فيلا جديدة وطابع المالكي وسيارة النملة و250 ألف دولار لشيرين وابنها. ثالثاً، معمل البلاستيك والمكتب ومعمل المحارم وبيت القصور للسيد عبدو. رابعاً، معمل الجينز ومحل الأكسسوارات ومحل قطع تبديل المحركات للسيد فادي مع 4 سيارات بيكاب. خامساً، شقة شارع العدوي ومزرعة بيت جن و100 ألف دولار لابنتكم السيدة منى زوجة السيد عبد الرحمن. سادساً، شقة شارع فيلات المزة الشرقية والمكتب الصغير بأبو رمانة و100 ألف دولار لابنتكم السيدة عروبة زوجة السيد عبد المجيد. وعلى هذا تم الاتفاق، وهي كل موقعين سيدي. إيه والله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. بس أنا شو تركتوا لي يا ترى؟ سيدي تركنا لك بناية السوق والشاليه بطرطوس والشبح رمادي، وطبعا غير حسابات الكاش بالبنوك اللي ما بيعرف عنها غير الله وحضرتكم سيدي. ماشي الحال، ماشي الحال، نعمة كريم، بكفوني لآخرة عمري. إذا كان وقعنا هون سيدي. إي والله، إي والله. هات هات. إي على عيني. شرف. وين؟ هون سيدي. الله يرضى عليكم، رضا قلبي ورضا ربي. يلا نستحق تجي. الله يخلينا يا رب. طول عمرك. الله يرضى عليك. خلينا يا رب. الله يرضى عليك. لا يحجك لمخلوق يا عمي. آمين. طولنا بعمرك عمي. السلام عليكم. آمين. سلام. يا سيدي بستأذن. لا عاوز انت ولا عاوز. عفوا لسه المحامي عنده. عن اذنكم. أنا بصراحة وبما أنه ضلينا لحالنا يا عادي، حابب أقدم شوية تبرعات خيرية كنت ناوي أقدمها من زمان، وهلأ حان دورها. سيدي اللي بتأمروه أنا جاهز. بدي إبعت السنة حجي على حسابي، وبدي أتبرع كمان بتغيير اللمبات القديمة بالشارع الرئيسي بضيعتنا بلمبات جديدة هيليوجين.
شو عليه؟ خلي الضيعة الطويلة شوي عادل. كتر خيرك يا سيدنا، انت طول عمرك منور البلد. وبدي اتبرع على هذا الجامع اللي جنبنا بسجادة شغل آلي من معمل السويدة ومروحة حتى المصلين يبردوا. طيب الله يجزيك الخير يا سيدنا. في شي تاني؟ لا اليوم ما في شي، كفاها الله. بجوز بكرة افطن بشي تاني وابعت وراك. الله معك عادل. وينك؟ ابعت لي رفقاتي من برا. اخطي نطروا كتير. طيب بالإذن. الله معك. تفضل وزادة. احترامي. أهلين أهلين. احترامي سيدي. أهلين وسهلين. أهلا وسهلا ومرحبا. احترامي سيدي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفت ونورت. أهلين. الحقيقة يا أحبائي أنا ما نسيتكن أبدا، وبصراحة أولادي ونسواني وأصغرتي أخذوا وسخ الدنيا. أما الهدايا الغالية على قلبي فمخبية للمحبين. يا شكري شكري. نعم سيدي. روح جيب لي الهدية رقم واحد من المستودع الجواني. أمرك سيدي. هالهدية هي راح تكون من نصيب جمال، وإن شاء الله ينبسط فيها ويستفيد منها. أنا بعبده. شو هاد؟ يا سيدي هاي الخطابات يلي ألقيتها أنا بكل المناسبات من وقت ما كنت بالحضانة لهلا. وفيها خطاب مشهور كتير ألقيته باليابان قدام الإمبراطور، هلا عم يدرسوه هنيك للطلاب اليابانيين. وكمان في خطاب مشهور كتير أخذ وقته طني ورني، ألقيته بقى سيدي بالمساجين السياسيين ضد الرجعية وقمع الحريات. بقى مبروك عليه خيو، والله يهنيك فيهون. وهلأ يا شكري بدك تجيب لي الهدية رقم 2 بسرعة. حاضر سيدي. هالهدية هي رح أقدمها لأشرف، ويشهد ربي علي إنها غالي غالي على قلبي. وهلأ بتشوف أكيد رح تتفاجأ. عطينا اشرف. حاضر سيدي. يا اشرف هي اول كرسي مكتب قعدت عليه باول منصب بعمري، وكان هالمنصب على هوا ما بذكر كان امين مستودعات دودة القز للغزل الحريري المتحدة. ولو ما تكون عزيز علي يا أشرف ما كنت ضحيت فيه وهديتك يا، لأنه بصراحة من فوق هالكرسي هاد انطلقت أنا. بقى الله يرضى عليك، دير بالك علي منيح. فهمان أشرف؟ فهمان سيدي فهمان. نعم يا شكري. الله يرضى عليك، روح جيب الهدية رقم 3 بسرعة. حاضر سيدي. طبعا هالهدية رح ياخدها يا عمّا يا ربيع، والحقيقة أنا محتار لمين بدي أعطيها. بقى شو رأيكم إذا ساوينا قرعة بين الاثنين؟ ولا ما في داعي للقرعة؟ ما في داعي، رح أعطيها لعمار لأنه شهم وبيستاهل. تفضل يا عمار استلم هديتك. هذا لعمار. سيدي شو هاد؟ هذا مكبر الصوت اللي ألقيت فيه اول خطبه إلي بحشد من الفلاحين الكادحين بمناسبه ولاده اول عجل بالتلقيح الصناعي. إلك ويا ما ألقيت فيه خطب سحرت فيها الجماهير ودوختها وخليتها ما تعرف راسها من رجليها. بقى مبروك يا عمار مبروك، يعني لو صحت لجدي ما مات.
شكرا يا سيدي شكرا. شبك يا ربيع شارد وصافي؟ وحياتك ما نسيتك يا شكري. هات الهدية رقم 4. لا تزعل مني لأني خليتك آخر واحد، بس مثل ما بيقولوا الخير في الأسفل والفضل للفضيل. وحياتك كتير ناس رح يحسدوك ويغاروا منك على هديتك، والمحظوظين دائما عرضة للغيرة. اللي بقى شو رأيك بشرفك مالي مدللك بالهدية أنا؟ لمعلوماتك هاي كل المجلات والجرايد والصحف بالعربي والأجنبي يلي كتبت عني، يعني أحاديث وآراء وتصريحات وأخبار ومقابلات ولقاءات. وصدقني أنا كنت ناوي شف لي شي مؤرخ أو مستشرق حتى يعمل كتاب عني ويستفيد من هالأرشيف الزاخر، بس معلش بتضل أنت رفيق عمري وسوى ربينا وانت اسوب واحق. شكرا سيدي شكرا. عفوا سيدي، بس صار وقت الدواء ولازم ناخذ لك ضغطك كمان. يلا بالاذن بالاذن. اسمح لي اسمحوا لنا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بس ما قلتوا لي يا شباب بدكم شيء؟ سلامتك سيدي ما بدنا شيء. سلامتك سيدي سلامتك. شباب شباب نسيتوا تاخذوا الهدايا؟ طبعا سيدي طبعا طبعا. كونوا غاليين ما كنت أديتكم ياهم. حاضر سيدي حاضر. سلامات سيدي. مع السلامة. شو عم تعمل انت؟ أخذ لك الضغط. بعدين 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 ولا بعدين الضغط مهم. مو مشكلة، قعدوني على الكرسي بدي اتمشى شوي واطلع ودعهم من برا. قعدني على الكرسي. تعا 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 شكري. حاضر سيدي. يلا معكن حبيباتي رفقات عمري رفقات دربي. الله معكن. شو رأيك تاخذ مني هالمكبر حتى تنادي على الغاز منيح؟ حاجة تبح صوتك ولا شفقت عليك؟ كتر خيرك استاذ، بس أنا ما معي يعني. لك حبيبي أنا ما بدي حقه، أنت خدوا عني وجزاك الله ألف خير. خود مسيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غاز 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 حرك أبو صبيح. غاز غاز. شو هاد؟
شو جايب معه؟ هي هدية من أبو عبدو. ها وشو هاديك بقى؟ بصل ولا بطاطا؟ هلا لا تحكي هيك حكي بلا طعم قبل ما تعرفي القصة. وشو القصة بقى؟ هالكيس هاد في جرايد ومجلات من أبو عبدو. يا حبيبي ما شاء الله حولك وحواليك، غنينا وما أدرينا والله. ولك يا نادية الهدية بتنقاس بقيمتها المعنوية، بعدين هالجرايد وهالمجلات اللي مو عاجبتك فيها تحقيقات وتصريحات وحوارات عن مراحل عمره، يعني الشغلة مو مسخرة. أروح عنا يا بلا حكي فاضي، روح كبهم بزبالة، بكرة بيعبونا بق وناموس. لك شو كبهم بزبالة؟ شو نايل جيبي آخرتي أنت؟ شوف ربيع، هالكيس هاد ما بيفوت على البيت والسما زرقاء، يعني يا أنا يا هو. بقى شو قلت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب وين بدي روح فيه؟ شو بيعرفني؟ نزل يحرقه بجنانة وبركي حدا شافني. روح احرقه بجنانة الورانية، بعدين ما تخاف، ما حدا داير على هالقرف. جريدة ورايا يا شباك العالم اللي دخلوه من خلتي. يا نادية نادية جيبي لي أنينة الكاز ولدها يرضى عليكي. جيبك أنا بابا. لا ريح لي حالك أنا بجيبون. لا تفهمني شو عم تساوي؟ يخرب بيت قلبك يا عمة. ولك هاي صورة أبو عبدو، بتعرف مين أبو عبدو؟ رفيقي ما أم خلتي. أم شو وينه ابنك؟ ما بعرف وينه، نالع من خلقتي. احترامي يا ابو عبدو. اهلا وسهلا يا ربيع، كيف اخيو؟ الحمد لله. الحقيقه انا فاتح لك مشان بشرك بانهم قرروا اخيرا يعملوا متحف للمناضلين امثالي، ورح يجمعوا كل اثارنا الكفاحيه والثوريه. لذلك بدي منك ترجع لي كيس ارشيفي يلي فيه المجلات والجرايد يلي كتبت عني باسرع وقت الله يرضى عليك، مشان تستلمه لجنة المتحف النضالي. ليش ما عم ترد يا ربيع؟ فرحان لي مو هيك؟ اكيد اكيد فرحان، هذا اللي توقعته. وينك؟ انا بانتظار الكيس. ها مع السلامة. نادية لك يا نادية. يا شباب لحظة لحظة لك يا شباب الله خليكم لك تهيئة بس يا شباب لك يا شباب لك تهيئة.
خير استاذ؟ في شيء؟ اعطيني مكبر الصوت. ما بحسن بعطيك يا لازمني. عم اقول لك هاتو، انا لازمني كمان. يا على عيني، بس تبيع هالكم قنينه بعطيك يا غاز غاز. لك شو تبيع ما تبيع؟ عم اقول لك لازمني ضروري، هاتو بلا غلاظه. لك يا عمي، حدا جبرك تعطيني اياه بالاول لتاخذه مني بالاخر؟ لك عم اقول لك هاتو بلا علاك، مالي فاضيك. هاتو بيدك وشوف لك هاتو. الحمد لله على السلامة. انت اجيت من اللاذقية؟ هي وصلتي. تعرف كنت خايف ما لاقيك واقعد استناك بالطريق. يا سيدي حظك طيب لانك لقيتني، لانه انا مثل هالوقت بكون برات البيت. لا اهلا وسهلا. شلون الاهل باللاذقية؟ بيسلموا عليك كثير وبعثوا لك معي البيت الحلو. يسلم وديات الهي، شكرا كثير. عود عود. يلا تسلم لي. ايه عصامة، يا ترى قعدتك مطولة هون بالشام؟ يعني شغلت يومين ثلاثة لبين ما قدم وراء البعثة. ليش لساتك ناوي تختص برا انت؟ اذا الله راد. ايه على خيرة الله، مع اني مو حابب لك هالطلعة منوب. اخي خليني اطلع جرب حظي برا، بلكي بيطلع معي شيء. وليش ما تجرب حظك جوا؟ يعني ما عادت تظهر مواهبكم الا برات البلد. ماشي الحال، ما علينا. اكل انت؟ اكيد اكل، لانه بالبولمان عم يطيفوا اكل، عم يحطوا يعني. بالحقيقة لا تتلبك، لا تتلبك عصامو، عم بمزح معك. يعني معقولة خليك بلا أكل أنت الثاني؟ على كل حال قوم نجهز حالنا مشان نطلع نتغدى برات البيت، لأنه هون ما في أكل، ما في أكل هون. يلا يلا بالإذن. يلا لاحق. عود لك عود. بس هي محجوزة. لمين محجوزة بقى؟ شو بيعرفني؟ عود عود لك عود. تعال يا ابني. امور استاذ. املي البطاقة من هون، قيم هالكركوبة لإلك. عفوا استاذ، هي الطاولة محجوزة لو سمحت. ولمين محجوزة؟ للعميد فكرت. ها عشنا وشفنا والله. ومن ايمتى صار فكرت يحجز طاولات؟ شو ما عرفتني انت بالظهر يا ابني؟ لا والله سيدي ما عرفتك. ولا يهمك، معلش. انا من ال عفوا عفوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، شرفتوا نور المحل بوجودكم. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا، لا تواخذونا. اهلا وسهلين. ايه سيدي، شو راح تغدينا يا با؟ اللي بتأمروا سيدي، اللي بتأمروا. الله يرضى عليك، بدي تركز لي غدا هيك على كيفك. معي طيف مهم من اللاذقية، ما بدي وشي يسود قدامه. اعوذ بالله. بتأمروا امر سيدي، عن اذنكم دقيقتين بس انصرف. حاضر. شو بك انت الثاني؟ ليش عم تبحلق فيني هالبحلقة؟ ممكن اسألك سؤال؟ تفضل. شو هي البطاقة اللي ورجيته اياها للجرسون؟ شو بدها تكون يعني؟ بطاقة عمل، بطاقة شغلي يعني. شو انت شو بتشتغل؟ وطي صوتك، شو بدك من شغلي انت تمام؟ سيدنا شو رأيكم بجاتا الخضرة؟ ممتاز. حط. اهلا وسهلا، شرفنا. بكم بكم يا اخي بكم. تفضلوا تفضل استاذ. يسلموا بياتك. بتأمروا اي خدمه ثانيه استاذ؟ نعم. اي خدمه ثانيه؟ لا شكرا، صرف. انا اذنكم. شو بك انت الثاني عصام؟ ليش عم تبحلق فيني هالبحلقه كلها؟
يعني أنا آسف إني عم بتدخل بشي ما بيعنيني، بس أنا كأني شايفك هون مخوفهم، مرهوب الجانب. إيه، وليش لحتى ما أكون مرهوب الجانب؟ أنت مفتش تموين شي؟ مفتش تموين؟ لا، معناتها مفتش صحة. مفتش صحة؟ قول دخيلك قول. تعال يا ابني. امروا سيدنا. اعطينا الحساب. تكرم عينك، تفضل. صاحب المحل حسم لكم 40%. بالله 40%؟ وين ما بروح انا وين ما بجي بيقسموا لي 50 و60 و70% كمان، مو هيك عصام؟ تكرم عينك. وهي حسم كمان 20%. يعني صفية الفاتورة 300 ليرة فقط. ما عم تفوت بمخي، احنا كل هالغدا المطنطن هاد ب 300 ليرة بس. إيه لكن حتى تشوف قرايبك فؤاد قديش صاير مهم، امشي لقلك امشي. عفوا يا شباب أنا مشواري على ركن الدين. مرحبا ركن الدين، طلع عصام طلع. بس تاكسي على طريقنا. لك اخي اطلع، انت شو بدك بهالشغله؟ اطلع. ما قلتوا لي وين مشواركم يا شباب؟ مزه جبل اذا بتريد. لك انو مزه جبل؟ ما قلتوا لكم مشواري على ركن الدين انا؟ لك حبيبي بدنا نمشي على كيفك ولا على كيفنا؟ لا سيدي. شو سيدي؟ على كيفي انا. ليش حبيبي؟ ليش بقى؟ ابو الشباب ليش على كيفك؟ بدك خذ سياره ثانيه. لا حبيبي عصام خلاص انت واقف مع جناب، انا بحل الموضوع على طريقتي. اسمع يا اخ، بنصحك لا تكبر راس زياده، لانه شغلتنا وعملتنا تكسير الروس اليابسه اللي مثل راسك، فهمت؟ ليش مين حضرتك بلا زغرة؟ اوه علينا ضروري نطالع الهوية على الطالعة والناس لحتى تدعو. انا من هنيك. عدم المؤاخذة سيدنا، هي اللي ما بيعرفك بجلك. امروني سيدي، وين بتحبوا تروحوا؟ على حرستا. ايه بس هلا قلت لي على المزة. بالاول عندي مشوار على حرستا، بعدين بروح على المزة. حرستا حرستا مثل ما بتأمروا سيدنا. امور. وبدك تحط لنا شريط حلو بالمسجلة، شو تسمع عصام؟ عصام شو تسمع؟ لراغب اذا فيه. حط له شريط لرغوبة. هذا ضيفنا من اللاذقية ولازم ندلله. ايه على راسي انت وضيفك، ايه. تفضلوا تفضلوا. تفضل عصام. شرف عصام تفضل. اهلين وسهلين. شرفوا سيدنا. يعطيك العافية. شكرا لك اخي. ولو على ما بصير. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. خبرني شو قصته؟ ليش خاف منك شوفير التاكسي؟ وليش لحتى ما يخاف؟ خوف انا يا عمي، شو الحكي؟ العمى شو هالزحمة هي؟ ليش العالم مستقتلي على السفر ما بعرف؟ هلا بدك تستناني ليصل دوري؟ وان شاء الله راح توقف بالدور مثل الاجداب. لك شو بدي اسوي؟ سعري بسعر هالشباب. ايه هات لك، هات المعامله خلصني. عفوا يا اخ، بدي احكي مع الموظف كلمتين. طيب يا اخي ما توقف في دورك، الا ساعة واقفين نحن. ولك يا حبيبي انا بمهمة مستعجلة، ما في داعي للاخذ والرد، انا من هنيك. تفضل تفضل. نعم يا اخ. شوف هي الاوراق اذا تريد. وين صاحب العلاقة؟ ليكو معي موجود؟ عصام تعال هون اشوف. يلا جاي. تفضل. خالصين هيك؟ ايه تفضل. يعطيك العافية. مع السلامة. تفضل عصام. يلا. اخي هلا انت بدك تفهمني شو بتشتغل. يعني معقول لهلا ما بتعرف شو بشتغل انا؟ اللي بعرفه انك موظف درجه رابعه بمصلحه المي. صحيح؟ لساتني موظف بمصلحه المي، بس ترفعت درجه. ها؟
صرت درجة ثالثة. بس اللي بيشوفك بيقول غير هيك، بيفتكرك مسؤول مهم بالبلد، يعني شي مدير عام، ضابط كبير، محافظ. مو بس انت اللي بتفكر بهالطريقة، كل الناس اللي بيشوفوني بيفكروا مثلك. طيب فهمني. لك شو بدي فهمك؟ لك ليش الناس كلها بتخاف منك وتضرب لك سلام؟ ليش الباب المسكرة بتنفتح بوشك؟ بعدين شو هي البطاقة السحرية اللي كل ما طلعتها من جيبتك بيصفر لون وش العالم؟ حابب تعرف شو هالبطاقة؟ أمنيتي أعرف. طيب رح أقلك، بس على شرط تخلي الشيء اللي بدي أقلك يا سر بيناتنا. ها سرك كبير غني. عظيم جدا يا سيدي، تفضل هاي البطاقة. بس هاي بطاقة اشتراك بالمسبح. ايه ما حدا قال غير هيك. هلا انت لا تجنني، معقول بطاقة الاشتراك بالمسبح صار لها كل هالأهمية؟ يا سيدي مو المهم نوع البطاقة، المهم شو بتوحي. يعني أنا لما بكون لابس طقم وكرافة ومعبي مركزي منيح وعم أحكي مع الناس من فوق من روس مناخيري، يعني بسرق الجو وبلفت انتباه الناس. ولما بطالع البطاقة ما حدا بيدقق فيها أو ما حدا بيطلع فيها أصلاً. وبيني وبينك الناس بتخاف من كل شيء رسمي هيك ما حقدي. ليش ما بعرف، يعني البطاقة مو مهم عصام، المهم يلي حاملها كيف عم يحكي ومن أي موقع كمان. أستاذ فؤاد أنت خيلتي بهالشغلة. ها يا سيدي لا تنخير ولا تنلخيم، هذا الواقع. أنت جرب عصام شي مرة تتأنزع وتحكي من فوق، ايه ارفع مناخيرك وشوف كيف الناس بتهابك وبترهب جانبك فعلا. اصلا ما حدا رح يتجرأ ويسألك شو بتشتغل، كل الناس بدها سلتها بلا عنب. شو بيقولوا لك؟ يلا فخار يكسر بعضه. فعلا شغلة عجيبة، بس هي كيف خطيت على بالك؟ بالصدفة يا سيدي، مرة انحطيت بمأزق سخيف وما لقيت غير هالطريقة حتى اخلص حالي، قامت سحبت معي. عجبتني القصة، يعني صرت استعمل هالبطاقة عالطالعة والنازلة، بالسينمات، بالدوائر الرسمية، بالملاعب، بالتكاسي، بالمحلات، بالشوارع، صدقني عايش ملك من ورا هالشغلة هي. بس عفوا يعني هذا اسمه انتحال صفة؟ لا عصام، لا لا تغلط، أنا ما انتحلت صفة حدا حبيبي. أنا ما عم أقول للناس إني فلان أو أنا المسؤول العلداني أو الضابط الفلاني، أنا عم طالع بطاقة المسبح وبس، عم ضل ساكت يعني، هن اللي حالهم عم يفكروني مهم، شو أعمل لهم؟ وما حدا فكر يدقق بالبطاقة أو يسحبها مني وياخدها أو يقراها، يصطفلوا، شو دخلت أنا؟ ما دخلت. فعلاً معك حق. بصراحة عم يخطر على بالي أعمل مثلك. هلا انا معي بطاقه اشتراك بالباصات، بيمشي حالها؟ لك قلت لك مو المهم البطاقه، المهم يلي حامل البطاقه. ايه سيدي الله معك عيني. الله يسلمك. مع السلامه. سلم على الاهل. ايه وصل. طول الغيبه لا ترجع اوام. ايه امرك. مو مشان شيء، مشان اهلك يكسبوه. ايه مع السلامه يا حبيبي. شاطرك. الله معك. الله معك. مع السلامه شباب. بس لديه وين رقم 29 فقط. شو فيها الشنطة؟ ما فيها شيء، شوية أغراض شخصية. طيب ممكن نفتحها؟ لا مو ممكن. شو بدك فيها؟ هيك التعليمات عمي، كل شنطة لازم تنفتح. هاي التعليمات مو علي أنا. ليش؟ مين حضرتك بلا زغراض؟ شو ما عرفتني يا ابني؟ لا والله من سوء حظنا. أنا من ال... منين يعني؟ من هنيك. منين يعني من هنيك؟ من ال... هات هالهوية لشوف. عيم ايدك. هات هالهوية لشوف. عيم ايدك انت وياه. شو هاد؟ شو هاد؟ عم تسلبها علينا انت؟ امشي معي لجوا لشوف. امشي معي لجوا. انت وياه. انت وياه. انت وياه. لا تغلطوا. ما تغلطوا. مالك. بعد انت وياه. شو تجمعات؟ شو في؟ سيدي كمشنا هالزلمة عم ينتحل صفة. ورجعنا هويته، قامت طلعت هوية باصات. برافو عليك يا ابني، اكتب لي اسمك حتى اسعارك بمكافأة. وين هويتك ولا؟ ليك 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 سيدي معي. انه ما كنا نخلص منكم انتم من بلاكم؟ امشي معي لشوف ولا؟ امشي امشي لشوف. لحظة لحظة. امشي. شرف سيدي، وهي اسم الكريم. عظيم جدا، برافو عليك يا ابني. انتم لهالوطن زخر، خليكم صحيانين باستمرار. امشي ولا؟ امشي امشي قدامي لشوف. امشي لهون. لك عملت مثل ما قلت لي، ما زبطت معي. امشي ولا؟